مساء الخير والجمال عليكم وحلقة جديدة وإن بوكس. النهاردة مش حلقة جديدة بس حلقة مختلفة بكل ما تحمله كلمة مختلفة من معنى. قبل ما نتكلم على فقراتنا النهاردة خلونا نسلم على المذيعة اللي موجودة معانا نوران. ازيك يا عم؟ عاملة إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله تمام. إيه الأخبار؟ كله كويس. حلو؟ أنت عاملة إيه؟ أنا كويسة جدا الحمد لله. باين ما شاء الله. مبسوطة ومرتاحة والحمد لله، يعني بنحاول إن إحنا إيه ندي للسادة المشاهدين طاقة إيجابية. إيه ده، أنت لقيت حد بتاع طاقة؟ جي منه طاقة. نحط القلش على جنب ماشي ونبدأ حلقتنا. خلاص خليها على جنب. اوكي، زي فعلا ما عمرو قال النهارده هيبقى معانا فقرات دايما بتبقى مختلفه ومتنوعه. الساعه الثانيه من انبوكس هينورنا المستشار احمد فوزي حجازي عشان نتكلم معاه في انبوكس بعد المداوله عن انواع الطلاق وايه الاسباب اللي السيده بتقدر تستند اليها في المحكمه امام القاضي لرفع دعوى الطلاق، وتفاصيل كثيره جدا واستشارات قانونيه واسئله هنجاوب عليها انتوا بعتوها لنا على الصفحه الرسميه لانبوكس على الفيسبوك. دي الساعة الثانية من إنبوكس. صحيح. أما الساعة دلوقتي الأولى من إنبوكس هنتكلم معاكم في الفقرة الأخيرة عن مبادرة لطيفة جدا ومهمة جدا، وهي مبادرة قد التحدي، ويمكن هي عبارة عن مساعدة المكفوفين لتعليم التصوير الاحترافي وإزاي يقدروا يعملوا جلسات تصوير بدون الاعتماد على الحاسة الأساسية وهي حاسة البصر. ممكن نعتمد على حواس أخرى تساعدنا إن إحنا أو تساعد المكفوفين وفاقدي البصر ان هم يتعلموا التصوير. صحيح، عشان كده قلنا لكم فقرات مختلفه، فاي حد من الساده المشاهدين كده بيفكر طب هو التصوير بيعتمد على النظر، طب نرجع خطوتين كمان في التاريخ هتلاقوا بيتهوفن الف اهم مقطعاته الموسيقيه وهو ما بيسمعش، اصم. فحد اصم بيالف مقطوعه موسيقيه بتغزو العالم وتفضل عايشه معانا سنين، اكيد تجربه التصوير الفوتوغرافي او تجربه التصوير عامه ممكن حد يخوض التجربه ويكون عنده النوع ده من الاعاقه وهي الاعاقه البصريه. الموضوع يعني انا متاكد ان ناس كتير مش هتبقى متخيله، لكنه مهم جدا لانه ده بيوصل رساله مهمه انه انا ما اقدرش لو في حاجه انا بحبها ونفسي اعملها لكن عندي اعاقه بتمنعني من تنفيذ الموهبه دي او الحاجه اللي انا بحبها، الدنيا مش هتقف عليها، بالعكس انا ممكن استبدل او يكون ليها بدائل اخرى كتير، وده هو اسمه التحدي فعلا. المبادره اسمها قد التحدي. نماذج كتيره جدا ملهمه في المجتمع المصري وفي العالم بتشجع الناس ان هي تعمل دايما المختلف والجديد. عشان كده الموضوع ده هيبقى مهم جدا، تابعونا لاخر الفقره عشان نعرف اكتر من خالد فريد، دكتور خالد فريد عن مبادره. صحيح، وخلينا كمان أقول لكم إن أنا يمكن من سنتين أو من فترة كده كنت معاهم، كنت مراسل بقى صغير وأنا لسه صغير لحد دلوقتي يعني طبعاً الحمد لله. طبعاً طبعاً. ربنا يكبر بخاطرك. فمريت بالتجربة على أرض الواقع وكانوا بيصوروني، الموضوع لا الموضوع مختلف خالص، عشان كده قلت لكم الحلقة دي مختلفة. يمكن عندنا دكتور مصري الدكتور نزيه رزق، ده طبعا شهرته بقت بره مصر وجوه مصر، وخد جايزة كينيدي لتحدي الإعاقة وشارك في 60 معرض، ده من أبرز المصورين الفوتوغرافيين وهو عنده الإعاقة البصرية. فالفقرة الأخيرة هنتكلم بقى براحتنا بقى وهتشوف فقرة مختلفة حلوة قوي. أما دلوقتي بقى فأنا متشوقة جدا لموضوع فقرتنا وهي عن التنمر التكنولوجي أو الإلكتروني المنتشر الأيام دي بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وخصوصا انه اقربها يعني يمكن وقعت الفنان المحبوب شريف منير وبنته او بناته لما حطوا صوره على الانستجرام، وناس كتيره قوي قابلت الصوره بكم تنمر وانتقاد واحكام، اصدار احكام غير مبرره وغير منطقيه بالمره. ظواهر كتيره قوي بنشوفها على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن لان ده بيسمح للمتابعين ان هم يصدروا احكام ويعلقوا بتعليقات سواء ايجابيه او سلبيه للفنان، لانه عارف ان الفنان هيقراها وهيتابعها كنوع من انواع التفاعل الالكتروني على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن كمان هو تجاوز مرحله التنمر ودخل في الاساءه والسباب والتعليقات بالزبط الغير لائقه، وكده كده هو الموضوع خارج اطار المشاهير كمان من الاول. شفنا هنا استعرضنا في انبوكس اكتر من تجربه زلابيا لو تفتكروها، العروسه الجميله الطيبه اللي جوزها سابها تاني يوم بعد ما صورها انتشرت عشان كان الميك اب بتاعها معرفش فيه مشكله ولا ايه، ورجعوا تنمروا على جوزها بعد كده، يعني تنمروا عليها وعلى خطيبها، يعني كان الوقت ده كان خطوبه. فكمان في وقع كمان لو ترجعوا كام يوم ورا هتلاقوا اخت محمد رمضان وهي بتتجوز الناس بتتعلق على الميك اب على لون بشرتها. انا مش عارف الموضوع
بص صادم. بقى يا عمرو يعني صادم. الموضوع صادم جدا، ولو كلمنا عن واقع واقع وهو اكيد الوقت مش هيسمح، لكن لو فرضنا مثلا ان احنا خدنا واقعة اخت الفنان محمد رمضان في فرحها، دي عروسة ولابسة فستان فرح، وطبيعي جدا ان الناس تهنيها وتبارك لها على جوازها، لكن ان انا اسيب الموضوع كله وابص على شكل معين هي ملهاش ايد فيه سواء هي او غيرها. يعني احنا من ساعة ما بنتولد لا بنبقى مسؤولين عن اللون او عن الطول او القصر او التخن او الشكل، لان دي خلقه ربنا. ففي الاخر لما باجي اتنمر انا مش بتنمر على الشخص ده، انا بتنمر على خلقه ربنا اللي ربنا صنعها عشان تبقى على الارض دي وفي الدنيا دي. فده نوع من انواع عدم الايمان بالله وبنعم ربنا علينا. لكن انا لما باجي اوجه انتقاد لحد، انا ممكن اوجه انتقاد لحد لو انا من حقي انتقد، اوجه انتقاد لشخصيه معينه، لشخص، للشخص نفسه، على اسلوب، حاجه معينه غلط كبير قوي هو عمله، لكن ابدا ما اتدخلش على شكل او خلقه ربنا. دي حاجه الناس انا ما اعرفش ازاي بيعملوها، لان احنا كلنا مش المجتمع كله والعالم كله في الابيض وفي الاسود وفي التخين وفي رفيع، في اختلافات لازم نتقبلها. ما ينفعش ان انا عشان بشرتي فاتحه اتضايق من اللي بشرته غامقه، والعكس صحيح. وما ينفعش ان الشخص اللي يكون عنده مثلا متعدد الثقافات ومتعدد اللغات اقلل من الشخص اللي هو ربنا ما ساعدوش ان هو يتعلم وعنده الثقافه دي. فاهم قصدي؟ صحيح صحيح. الرأفة والنظر برحمة للشخص الآخر منيش كمان ضد البني آدم أو بكره البني آدم لذاته، لا، أنا ممكن أعترض على زي ما كانت نوران بتتكلم تصرف، أنا ما عجبنيش التصرف ده منك، إنما لونه يعني أنا مالي بلونه، يعني مش عارف لونه طوله يعني بالظبط. وممكن مع الوقت يا عمر انه يعني ما ممكن الشخص اللي كان بيتنمر كان هو يبقى اللون ده صحيح، صح؟ او يبقى الشكل اللي ربنا خلقه بيه او صحيح. باعاقه معينه. هو ربنا اصلا خلقنا كلنا مش على درجه الكمال، فكل واحد فينا عنده النقائص بتاعته. كل واحد لو هناخد بقى بقوانين التنمر والبتاع ما فيش حد فينا هيبقى سليم، كل واحد فينا هيبقى فيه عيوبه طبعاً. وفي المبررات اللي تخلي الاخر يبقى ناكل في بعض بقى، يعني كل واحد يمسك من وجهه نظره اللي شايفه عيب، ما هو الطويل شايف القصير عيب والقصير شايف طول عيب وهكذا. فهي القصة كلها أذواق، ما تقبله أنت قد لا يقبله غيرك، وفي نفس الوقت ما تنكرش اختيارات غيرك، كل واحد بيختار المناسب ليه الأفضل ليه. أنا لو ارتحت لشخصية لو كل الناس قالت عليها وحشة ولا كأني سمع حاجة، ده ياخدنا لردود أفعال الفنانين. في فنانين بيتجاهلوا، وفي فنانين بيمسحوا التعليقات المسيئة، وفي فنانين ما بيردوش ويعملوا بلوك أو غيرهم، يعني حتى فنانين أو غير الفنانين. شريف منير قرر إن هو يلجأ للقانون. أنا عجبني جدا رد فعله جدا، لأنه مبدئيا زي ما أنت قلت يا عمرو يمكن في تصرفات كتيرة قوي الفنانين بيضطروا يلجأوا لها في حالة التعليقات السخيفة، لكن كمان في حاجة مهمة جدا وهي الاكتئاب اللي بيسببه التواصل الاجتماعي والتعليقات السلبية للناس، ممكن توصل ان الشخص ده سواء شخصية يعني انفلونسر مؤثر في المجتمع او ممثل او فنان ايا كان، ان هو يعتزل المجال الفني او يعتزل السوشيال ميديا كلها او يتأثر نفسيا ويكتئب. فده يا جماعة بيأثر بشكل كبير جدا على البني آدم، لأنه في الأول وفي الآخر هو بني آدم، هو بس اللي بيميزه أنه مشهور وبيعمل لكم أعمال تمتعكم وتبسطكم وانتوا قاعدين في البيت. يمكن لما الفنان شريف منير عمل بقى حاجة مختلفة خالص، عمل سكرين شوت للواقعة دي أو التعليقات السخيفة وبلغ عنها وعمل محضر بيها، وده يقول أنه لا، أي حد هيتعرض للتنمر أو للتعليقات السلبية أنا هياخد حقي بشكل قانوني، مفيش حاجة تزعل حد في الموضوع ده. ده كان موقف جريء بالزبط. بس هو يعني الفنان شريف منير أو أي فنان وصل لمرحلة النضج هو عارف إن هو بيتشتموا وبيتنمروا عليه، و حتى أي حد بيمسك أي منصب عارف إن السوشيال ميديا عدله بالشكل ده ومتعود. إنما الأطفال الصغيرين ليه يتحطوا في مواجهة النقائص اللي عند البشر او عند المتنمرين بالشكل المباشر ده؟ هم ما عندهمش الوعي ولا القدره ان هو يقول لا ده شخص مسيء او ده شخص عنده عقده نفسيه هو او ده او في جزء من المجتمع بيبص بالطريقه دي، فهم ما عندهمش الفلتر ده، ما يقدروش فممكن ده يسبب لهم مشكله نفسيه من الاساس من صغرهم بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه عمري، يمكن كتير قوي من اطفالنا لما بيدخلوا المدرسه بيبقوا يعني طيبين وعادي سلوكهم طبيعي، لكن احيانا بيبقوا بسبب التنمر بيبقوا عدوانيين جدا، بيبقوا اكثر عدوانيه واكثر تنمرا. صحيح. لانه ممكن طفل يدخل المدرسه يبقى مختلف عن زمايله،
زمايله يتريقوا عليه، يتنمروا عليه، اللي يحصل ان هو مع الوقت عايز ياخد حقه، عايز يرد، فبيبقى اكثر حده واكثر عدوانيه، وممكن هو اللي يبدا بالتنمر على الاخرين. يبقى اذا ان التنمر ده اثر بشكل سلبي جدا على نفسيه الطفل، برغم انه كان ممكن يطلع شخصيه مختلفه، شخصيه ايجابيه مؤثره في المجتمع. بس شوفي بقى الحاجات كمان القدريه، مش هنقول لون ولا مش لون، يعني عندنا رامي جمال لما اصيب بالبهاق ده مرض، يعني انا مش يعني فكر يعني، طب يعني عايز الاقي مبرر او سبب او اي مدخل للمتنمر او اللي داخل، يعني انت مش بتتكلم على صوته او مش بتتكلم حتى على تنمر في الحاجات العاديه اللي احنا اصلا رافضينها، انت بتتنمر على مرض. مرض دي غريبه جدا برضه. وغيره يعني في نماذج كثيره جدا. عندنا حاله شيحه لما قلعت الحجاب، والفتره دي شوف كميه الهجوم اللي عليها، يعني لما البني ادم يحس انه مش حر، مش حر في تصرفاته، مش حر في لبسه، مش حر في قراراته، يعني هو المجتمع بيضغط عليا على السوشيال ميديا. هو الفكره كمان يا عمرو انه معلش هي السوشيال ميديا انا معموله ان هو مجتمع مفتوح على يعني على كل حتى العالم الاجنبي، لكن مش معنى ان انا اقدر اعمل تعليق ان انا اقعد احكم واصدر احكام كان انا قاضي او كان انا شيخ. انا مش من حقي اعترض او اوافق على تصرف شخص، ما هو في الاول في الاخر هو بيشركك معاه في حياته الشخصيه لان انت اللي عايز كده، لكن مش انت عشان عايز كده فانا اضايق بقى او انت تضايق الفنان او الشخص المشهور او الشخصيه العامه دي. في يعني خلينا نتكلم عن الموضوع بشكل تفصيلي اكتر يا عمرو مع استاذ التعديل السلوكي الدكتوره هايدي القاصد، عشان تكلمنا عن ظاهره التنمر الالكتروني اللي سايده بشكل كبير جدا في السوشيال ميديا. برحب بيك يا دكتور. اهلا بيكوا حبايبي. منورانا يا دكتور. والله منور بيكوا يا عمرو، انت منورانا والله. ربنا يخليك يا دكتور. يمكن احنا بنتكلم عن التنمر الالكتروني ان هو منتشر بشكل كبير جدا، وحتى الاشخاص اللي بيتنمروا هم نفسهم مش كاملين، ممكن يكون عندهم سواء عيوب في الشكل او في الشخصيه او في الثقافه اللي هم متربيين فيها. ايه سبب التنمر الشديد الالكتروني من الناس دي على الشخصيات العامه او المشاهير او ايا كان؟ بصي حبيبتي، هو القصه اساسا بترجع ان مش كل الناس بتعمل كده، هم فئه من البشر ادوا نفسهم الاحقيه ان هم يعلقوا او يعملوا اي كومنتس على الناس المشاهير. مشكله المشاهير دولت حاجه واحده بس، ان هم مشهورين وناجحين بالظبط، وبالتالي هم عندهم ميزه الناس اللي بتنتقدهم دولت بيحقدوا عليهم، ودي بتبقى نتيجه عقده نقص الشخص نفسه، دي من الاسباب النفسيه الشديده، وبتلاقيها مش بس على المشهورين، هتلاقي الشخص نفسه دوت اللي بيعلق على زي ما انتوا كنت دلوقتي بتقولوا على حاله شيحه او على بنات شريف منير او واتيفر، بيعلق على اسرته هو شخصيا، مش الاسره الصغيره، الاسره، على بنت اخته، على ابن اخوه، هو ادى نفسه الاحقيه انه يبدا يعلق ويفرض انتقاداته، مش عارف كويس قوي ان هو ملوش الاحقيه دي لا على حد مشهور ولا على حد قريب منه. طب هو بيعمل كده ليه؟ بيعمل كده علشان يداري العيوب اللي موجوده جواه، ان انا مش لوحدي عندي عيوب، يعني هو مؤمن ان هو عنده عيوب او عنده نقص، مؤمن، فهو مش مبسوط مش سعيد، بيلاقي بقى انبساطه وسعادته انه يطلع غيره مع عيوب زيه. فعشان كده بيجي على الحتت اللي هي بيعتبرها نقط ضعف، مش شيء طبيعي ان الشريف منير لازم يشوف ان حد بي 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 بينتقد بناته بطريقه لاذعه. خصوصا ان الصوره يعني كانت عاديه جدا يعني برضو. طب ناخد هو بقى هو طبعا عاديه ومن حقه يعمل حقه ويعمل هو عايز هو بناته، ودي هويه شخصيه وملوش حد يعلق عليها، بس هو بيعمل كده عشان ايه؟ ليه شريف بقى منير مشهور؟ وليه غني؟ وليه عنده فلوس؟ وليه بيركب عربيات؟ نوع من انواع الحقد الدفين. طيب انا عاوز او عايزين نحصر المشكله والاجيال اللي جايه ما تطلعش بنفس الشكل. انا مش هتكلم عن الكبير او هرجع له بعد شويه، الطفل من وهو صغير ازاي ازرع فيه الجزئيه دي اللي هو ما تتنمرش على حد، كلنا نقائص، كلنا عيوب، اظبطها ازاي من الاول من بدري زي ما بيقول؟ هو اساس اي طباع في الشخصيه بتبقى جايه نتيجه التربيه، اي خلل في التربيه بيعمل خلل في السلوك، دي معادله معروفه عندنا جدا كدكاتره. المشكله الاساسيه في التربيه، يعني ممكن الام تقول كلمه واحده تطلع فيها بلاوي، يعني مثلا يجي يقول لها يا ماما انا عايز تجيب لي الموبايل الفلاني، ليه يا حبيبي؟ عشان خاطر ابن عمي جابه، خلاص اديني فرصه وهجيب لك احسن منه، هي قالت جملتين كلمتين بالظبط. كلمه احسن دي علمته انه يبص لحاجه غيره. وان يحسدوا عليها
وانه يجيب الحاجه الجديده مش هو محتاجها عشان يتكبر بيها او يتمنظر بيها على اللي قدامه. وبالتالي علمته كمان حته ان هو يتمنى زوال النعمه من اللي قدامه عشان احسن، علشان احسن. يعني بديت لو ماما جابتليش احسن منه يبقى هو يحن عندك، يتسرق، يضيع، يقع، يتكسر، ايا ما يكون. فطلعت عنده حته ان حته في حته مقارنه دائمه بيني وبين اللي جنبي، سواء بقى في فلوسه، سواء بقى في ناحيته الناحيه الدراسيه، لدرجه ان الامهات في التربيه بتعمل الخلل دوت ما بين الاخوات. انت اخوك بيجيب درجات عنك فهو اشطر منك، فبيطلع عندهم بينهم غيره وبينهم حقد وبينهم ان هو ايه يبدا يأسفن اخوه، يأسفن يعني بيبدا يقول لها ايه، بصي لا ده قال كذا من وراكي، بصي ده مش حافي، يبدا يركز على نقطه الضعف اللي فيه عشان يظهر، يخليه يظهر بصوره سيئه قدام مامته. ما ده اللي بيحصل في المجتمع دلوقتي. طيب انه انا بظهر عيوب اللي قدامي عشان خاطر ايه؟ لا هم مش امل قوي للدرجه دي يعني، سواء طيب. فلان او فلان او فلان. طيب دكتور هايدي، يمكن لو كلمنا عن الاطفال تحديدا، يعني يمكن قبل ما بيدخلوا المدرسه ويحتكوا بالعالم الخارجي بيبقى عندهم العالم الصغير بتاعهم اللي هو مقتصر على مامتهم وباباهم وقرايبهم ولعبهم والحياه الصغيره بتاعتهم. بعد ما بيدخل المدرسه بيحتك باشكال وانواع كتيره، الابيض ويعني اسمر البشره والتخين والرفيع والطويل والقصير وهكذا، في اشكال كتيره جدا وفي شخصيات مختلفه كمان، يعني كل طفل ليه اسلوبه حسب تربيته في البيت. ازاي اقدر اوعي الطفل قبل ما يحتك بالعالم الخارجي انه خد بالك في فروقات، في اختلافات، انت ابيض بس ممكن زميلك اللي قاعد جنبك يبقى ذو بشره سمراء، انت رفيع بس ممكن زميلك اللي عندك اللي جنبك يبقى عنده او تخين شويه. ازاي اقدر اعرف الطفل من صغره انه في اختلافات في العالم الخارجي؟ باني احطه مكان الشخص ده، باني احكي له قصص كتير، بانه لما يجي يحكي لي موقف حصل في المدرسه ان شاف مثلا زميله اتريق على زميلته عشان بصيتها سوداء او كده، وانت تخيل لو انت كنت مكانها كان هيبقى رد الفعل عليك ايه؟ كنت هتتوجع، كنت هتبقى متضايق، كنت هتعيط زي ما هي عيطت. اعيشه الموقف، احطه في نفس الحاله النفسيه اللي الشخص اللي تم انتقاده اتحط فيها. فلما البني ادم يستشعر الوضع دوت هيبدا يخاف، انه بطلع عنده حته الضمير. عشان كده تلاقي في ناس لما اصحابهم يتحرجوا قدامهم يلغوش على الموضوع عشان يضيع احساس صاحبه، ده بيصبي كويس. وفي واحد تاني بيحاول يطلع عيوب صاحبه قدام الايه؟ الباقيين، ده شخص مش متربي خالص. دي جايه نتيجه ايه؟ نتيجه ان انا بحكي قصص كتير في السن الصغير، بحكي قد ايه المواقف دي وحشه، احط نفسي احط ابني في الوضع اللي لو صاحبه او زميله موجود فيه. المشكله ان الامهات دلوقتي كلها ما بتربيش، بتسيب قدام التلفزيون والعيال تصبى لوحدها، فيطلعوا عندهم ايه؟ ده شاف صاحبه بيتريق على صاحبته او على زميلته بيتريق زيه وخلاص. ويرجع يحكي الموضوع ده لمامته، ده ايه حكى لها؟ بيلاقي تعليقها ايه؟ ايه ده وهي سودة قوي كده؟ تستاهل. مش بتلاقي تعليقات كده؟ يبقى المشكله اساسا تكمن في ايه؟ تكمن في ان الام والاب ما بيربوش، الابن جاي لهم عند ربنا صفحه بيضة وهم اللي بوظوا شخصيته بايديهم، ان هم ما تابعوش. التربيه دي شيء مش سهل جدا، التربيه دي شيء صعب جدا جدا جدا. فكل صفه بتظهر في الطفل بتظهر نتيجه ابوه وامه. انانيه بقى، حقد، غل، كذب، عند، سرقه، كل ده جاي نتيجه التربيه. طب هنخلينا شويه مع الناس اللي بتتنمر. احيانا بنلاقي شويه تعليقات بعدين التعليقات السلبيه بتبقى اكتر. الشعور الجمعي بيزود ده ولا دي ملهاش علاقه؟ يعني هل كل الناس اللي بتتنمر لمجرد ان هي عارفه ده او عامله ده عن قصد، ولا شافت مجموعه من التعليقات فبتكمل عليها؟ لا، انت لما تبص في التعليقات يا عمو هتلاقي في تعليقات كلها مثلا سلبيه وماشيين مع الموجه وبيهزقوا او بيقولوا نفس الريتم، وفي ناس يقول لك ايه؟ اتقوا الله، كل واحد حر، عيب، ما ينفعش تقول كده. ففي تعليقات سلبيه وفي تعليقات ايجابيه. التعليقات السلبيه بتبقى عامله زي الماجنت، الشخص الوحش بدا التعليق سلبي فجذب الناس الوحشه اللي زيه فبيهيصوا بقى، يعني عارف اللي هو ايه؟ لقوا مكان جميل، مكان خاص، والدنيا فاضيه والناس عندها ملل وفراغ، واساسا هو مش متربي، فدخل بقى ايه؟ يتكلم على بنات شريف منير، بيتكلم على اخت محمد رمضان، بيتكلم على هاله شيحه، بيتكلم على كذا على كذا، ولو مش فاضي ممكن يتكلم على نفسه على فكره. ليه؟ لان هو ايه؟ واحد متخلف عقليا، عنده عضله نقص وعنده وقت فراغ.
لكن في ناس بابا ده ما بيجذبهمش. ليه؟ لان هم متربيين وعارفين كويس قوي ان انا ليا حد. حد بقى ديني وحد اخلاقي وحد اجتماعي وحد ان انا حتى بحترم نفسي ان انا ماليش ان انا اعلق على حد، لان في فرق بين النقد والتجريح. النقد لما يطلب مني ان انا انقد الشخص اللي قدامي، ولو نقدته حتى انقده باسلوب مهذب. التجريح بقى ان انا اطلع فيه العيوب وانقده بشكل جارح. للاسف في ناس كتير جدا بتسلك مسلك التجريح وبتشوف ان ده في سعادتها، دي نفوس مريضه. وللاسف يا دكتور يمكن كمان ناس كتير قوي بتنتقد المشاهير ولكن بيتابعوهم بشكل كبير جدا، يعني ما بيفوتوش صوره، ما بيفوتوش لايف ليهم، بيتابعوهم بشكل مكثف. حتى المؤثرين الانفلونسرز اللي بنشوفهم على تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفه، برغم ان الناس بيبقى عندهم ملايين المتابعين، الا انه نفس الملايين دي بينتقدوا الناس او المشاهير على تصرفاتهم وافعالهم لما بيتشهروا اكتر. فايه المبرر؟ على فكرة المشاهير دولت ناس طبيعيين جدا زينا، من حقهم يعيشوا حياتهم بالطريقه اللي تعجبهم. لازم يحطوا في دماغهم ان هم بيعيشوا حياتهم، وفي الاول وفي الاخر اللي بيحكم عليهم هو ربنا سبحانه وتعالى. الناس ادت نفسهم حقيا ان يحكموا على غيرهم علشان في عندهم مشاكل نفسيه. فلو الشخص اللي بينتقد دوت حط في دماغه ان اللي قدامي ده مريض نفسي، مش هيلتفت له. مع اني سبورت جدا اللي هيعمله شريف منير ان يقضيهم قانونيا، لان في شعوب او في يعني نفسيات ما ينفعش معاها الا الوضع المادي او الوضع القانوني، فاهمه قصدي ايه؟ ما ينفعش معاهم حته انك انت عيب ودي مش اخلاق، هو اساسا بتتكلم بلغه هو ما يفهمهاش، هو ما اتعلمهاش. يعني بتتكلموا في الاخلاق، انت كده بتتكلم انت صيني هو اساسا بيتكلم هندي، يعني بتتكلموا لغتين مختلفتين. فاللغه اللي بيعرفها كل الشعوب هي لغه العقاب او الردع القانوني. يعني حضرتك شايفه العقاب اي صوته الانسب للرد على التعليقات السخيفه او السلبيه على السوشيال ميديا هو الرد القانوني، ولا في ردود ثانيه برضو ممكن تتخذ؟ لا، الردود الثانيه انا ما بحبهاش. يعني ما ينفعش انا النهارده كل واحد فينا طبعا متربي كويس وكل حاجه، يعني لا ممكن يبقى تجاهل، حذف تعليق مثلا، حذف تعليق، اي حاجه. التجاهل بيبقى حلو وكل حاجه، بس اللي قادر عليه مش كل الناس بتقدر تتجاهل. في ناس تكبت في نفسها في حصل لها امراض عضويه او كده. لا، هو مش من حقي عشان عايز اعيش حياتي ان انا ده يعلق عليا وده يعلق عليا وفي الاخر انا افضل اكتم في نفسي. لكن لما يكون في وضع في المجتمع زي دلوقتي موضوع الموت، مش هيربط الحزام مخالفه كذا، المعرفه هتلاقيهم كلهم ماطيين الحزام، كلهم ماسكين الكمامه، وكلهم ماشيين زي الالف. ليه؟ مش هيدفع. نفس القصه، المشهور ده من حقه انه يعيش حياته، هو مش مشكلته او ضريبه نجاحه ان هو ما يعرفش يعيش حياته يا جماعه. يبقى الصح ان اي حد يجرح فيه على السوشيال ميديا بقى او على الملأ يبقى قضيه سب وقص. طيب احنا قلنا يا دكتور جزئين، الجزء الاول هو البيت والتربيه، الجزء الثاني هو القانون. والحقيقه يمكن اعتقد انه الامهات لما هتاخد بالها شويه، والقانون هو مفعل عندنا من زمان، وناس كتير بترفع اللي هو قضايا سب وقذف والحاجات دي، يعني الموضوع مش جديد علينا ودارج. هل في اليات ثانيه نقدر نحجم بيها الظاهره دي؟ يعني لو قسنا ظاهره مماثله زي ظاهره التحرش مثلا، في قانون وفي تربيه وفي كمان الاصول والشارع والعادات التقاليد، وبرضه لسه بنحارب، ففي اليات تانية تساعدنا اكتر؟ هو اكتر اليات بتنفع مع عموما على كل زمان ومكان هو انك تحط قوانين. اللي هيلتزم بالقانون هو في السيف سايد، اللي ما التزمش بالقانون هيتعرض للعقوبه. الفتوى اللي جت فيها الناس بتتكلم في السياسه هتلاقي في حبس السجن، كله قفل بقه، صح؟ ليه؟ ان كان في ناس بتتكلم وهي مش فاهمه حاجه. وبتعلق وبتقول وخلاص وبتهز في الهيصه والدنيا بتولع اكتر والبيوت بتتخرب ولا حاجات بتحصل مهازل. نفس القصه بتفرض عقوبات الناس التزمت. الام اللي تعرف ان قبل ما ابنها كان بينزل البيت هي كانت بتفتح بقك ولا تتكلم في السياسه ولا حتى لقيت حد يتكلم في السياسه سيبه ويمشي. مش كانوا بيقولوا كده؟ نفس القصه. لو النهارده لو حصل اي سب وقذف او اي كلمه خارجه تتقال كتعليق او كنوع من انواع التنمر على اي فنان او على اي حد حتى لو شخص عادي، هيبقى عليها عقوبه مثلا 10,000 جنيه. هيحصل ايه؟ محدش هيتنمر ومحدش هيحط عليه تعليقات سخيفه. كل ما يكتب كومنت هيخد باله كويس قوي هيفكر اي نوع من انواع التجريح ولا لا. صح.
ليه؟ لانه هو هيتعور، لكن هو دلوقتي ماشي مبدا ايه؟ انا اعور وما بتعورش. فبالتالي ماشي بقى ايه؟ سايق في خلق الله. ايه قاعد فاضي بقى فبيتسلى، لكن لما لقى ان هو هيتعور سواء بقى بحج بحبس او سواء بغرامه ماليه او باي ما يكون هيتعاقب هيلم. يعني نقدر نقول انه اللجوء للقانون والعقوبه الماديه بتبقى يعني احسن حل للقضاء على ظاهره التنمر. انا انبسطت جدا ومن خلال البرنامج بتاعكم انا باكد على الشيخ منير انه يكمل في الدعوه القضائيه بتاعته للاخر، لان هي دي هي هتبقى الستارتنج بوينت بتاعه اي حد يجرؤ انه يفتح بقه على اي حد. واحنا طبعا بنحييه برضو على الخطوه دي وبنشجعه عليها يعني طبعاً. ونتمنى ان شاء الله ان الظاهره دي تختفي يعني من المجتمع بتاعنا ان شاء الله. شكرا دكتور هايدي القاصد، بنشكرك شكرا جزيلا، نورتينا بمعلوماتك وبحضورك معانا، ان شاء الله تبقى موجوده معانا كمان في انبوكس ان شاء الله. يعني هي شجعت شريف منير على القرار اللي اتخذه او الخطوه اللي اتخذها، زي فنانين كتير دره كمان عملت كده، شجعته ليلى علوي، كريم محمود عبد العزيز، ونسرين امين، وهنا الزاهد، وداليا البحيري، وكند علوش، وكارمن سليمان، وغيرهم كتير كمان من الفنانين سواء ابناء الوسط الفني او حتى من خارج الوسط الفني، كانوا مشجعين جدا حركة الفنان شريف منير. وكمان هم شكلهم يعني هيدخلوا كمان زي ما قالت الدكتور لو حصلت لهم اي مشكلة من النوع ده هيتعاملوا كده. وفي كمان كان زميلنا صحفي كان كاتب مقال على كان مجمع كده كل الفنانين اللي تم التنمر عليهم الفترة الأخيرة، وكان بيقارن بين كل تفصيلة رد فعل كل واحد، كان بيتكلم كان عاجبه جدا فكرة التجاهل الفظيع لراني يوسف. هو كان بيقول ان دي فنانة اكتر واحدة عرفت تتعامل بالتجاهل مع الجمهور. والتجاهل انا شايفة انه هو اما الردع القانوني او التجاهل، هما اسلم حلين لتجنب التنمر الالكتروني. خلينا نعرف رأي احمد معنا على التليفون في ظاهرة التنمر الالكتروني. منورنا يا احمد، ازيك؟ يا نور ازيك نوران، ازيك عامل ايه يا احمد؟ سوري معلش، ازيك؟ ازي يا عمر عاملين ايه؟ انا كويس، قولي له ان انا كويس، قولي له ان انا، ما هو بيقول لك ازاي يا عمر عامل ايه؟ عمر كويس. قول لنا بقى انت ايه رايك في ظاهره التنمر الموجوده على السوشيال ميديا واخرها يعني وقعه طبعا الفنان شريف منير، وان هو يعني هيتخذ اجراء قانوني ضد المتنمرين؟ يعني انا بشوف ان الحاجات دي كلها بصراحه يعني تخاف، يعني الموضوع كله هو موضوع ملوش يعني ملوش اي يعني، هو يعني مثلا كموضوع زي فنان شريف منير او كده انا شايف ان الصوره ما فيهاش اي حاجه اصلا. انا برضه ليه اتعمل يعني ليه اتعمل كل الموضوع ده وليه؟ وبعدين دول اطفال، ففي يعني ايه اللي يشغل الناس في حد ينزل صور ولاده وفي حد ينزل صور يعني ايه اللي حصل؟ طب ما تخلينا انا اسالك السؤال ده، هو ايه ليه الشخصيه اللي شافت الصوره دي فيها مشكله؟ هو هي كانت شايفه ايه؟ مش عارف هو شافها ازاي يعني مش عارف هو شاف ايه؟ طفلتين هو شاف حاجه غير اللي احنا شفناها ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني فاهمني؟ يعني مفيش جدل اصلا في الموضوع، يعني مثلا زي ساعات مثلا يوسف والفساتين زي مثلا ساعتها بيبقى في جدل، في ناس موافقه في ناس مش موافقه، في ناس شايفه ان ده اوفر، لكن هنا مفيش موضوع اصلا. وحتى والله يا احمد يعني حتى لو في حاجه مثيره للجدل على السوشيال ميديا مش من حق برضو الناس ان هي تصدر احكام. لا هي مثيره للجدل يعني مش للحب. هو مش هي مثيره للجدل يعني، ولكن هو مش علشان حد مشهور مثلا او حاجه فخلاص ان بقى حياته حكر على كل الناس تتدخل فيها، يعني دي برضو الناس مش فاهمه كده. طيب احمد خليني اسالك كده، انت لو اتعرضت، هل انت اتعرضت لمواقف تنمر على السوشيال ميديا؟ ولو حصل لك موقف زي ده انت هتتعامل معاه ازاي؟ هتواجهه ازاي؟ هو انا اكيد هتاثر بس مش هرد، لان في الاول في الاخر كل واحد بيفضل مقتنع باللي في دماغه. فانت مش هي يعني مش هتستفيد اي حاجه غير ان انت تفضل ان انت تقعد يعني تبيت مع الناس في حاجه وكانك بتحفر في ميه بالظبط، وفي الاخر كل واحد هيفضل هو في دماغه في دماغه فخلاص بس. يعني هتتجاهله. بالظبط، مش هعمل له اي حاجه خالص، خلاص مش ده حضرتك مش كده خلاص شكرا. ولا بلوك؟ هتتجاهله وتسيبه ولا هتعمل بلوك؟ بص هو احيانا البلوك بيبقى انت كده اديت اهتمام للشخص اكتر من اللازم. لكن لما تسيبه زي ما هو كده اللي هو موجود زي كانك مش موجود. فاهمني؟ انا بصراحه من انصار المدرسه دي. اللي هو انت موجود بالظبط، انت بالنسبه لي انا يعني هعاملك كانك شفاف. فاي شويه من اللي انت عايزه، لكن لما اعملك بلوك انا كده بدي لك اهتمام اكتر من اللازم. انت بتلعب على مراره الاخر.
او على نفسيه الانتقام. الانتقام الانتقام بالبطيء فاهم. يا ساتر، لا يا عم ربنا يبعدنا عن الانتقام. احمد نورتنا واسعدتنا في ايم بوكس، ان شاء الله تبقى موجود معانا كتير، اتصل بينا بقى كتير. يلا يا جماعه الارقام قدامكم على الشاشه ولا ايه؟ ايوه طبعا. يمكن ده حل احمد قاله، انه التجاهل برضو حلو، ان انا اتجاهل التعليقات السلبيه، وفي فنانين كتير بيعملوا كده، انه انا اتجاهل الشخص اللي قدامي فيبعت يبعت ويفضل يكتب يكتب لحد ما بيفقد الامل تماما وبيسكت. ممكن بقى ان هو يبطل يهاجم الفنان ده، او يبطل يهاجم اصلا على السوشيال ميديا. يمكن دي تبقى حاجه رادعه شويه للناس اللي بتاثر بشكل سلبي على حياتنا وتصرفاتنا. كده احنا فقرتنا خلصت، نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا دكتور خالد فريد ومنة طلاع صام الدين، مصورة محترفة، عشان يكلمونا عن مبادرة قد التحدي، وهي لتعليم المكفوفين فن التصوير الاحترافي. خليكم معنا. جايبة كل الناس ومحافظة عليهم وعلى تواجدهم، شكل جيد جدا في الصورة بتاعتي. هرس 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 بتشوف دكتورة. لا أنا كده مصورة دايما كتير. قد التحدي، قد التحدي يمكن اتكلمنا كتير عليها قبل الفاصل، وشفتوا من شوية جزء من المبادرة اللي كانت موجودة في اسكندرية. طبعا الموضوع كبير جدا بتفاصيله كلها، ازاي بتخرج صورة، ازاي بظبط الضوء، ازاي بوقف حد. الناس معاها موبايلات في البيت ما بتعرفش تصور بيها، وبنشوف الصور على السوشيال ميديا كتير. علشان كده احنا معانا النهاردة خالد فريد، مؤسس مبادرة قد التحدي لتعليم المكفوفين فن التصوير. منورنا جدا. أهلا جدا جدا. أهلا، شكرا جزيلا. ومعانا كمان منة طلاع عصام الدين، مصورة محترفة. منورانا يا منة. أهلا بحبيبتي. والكاميرا بتاعتها كمان. بسميها الكاميرا بتاعتك اسم ولا كده؟ لسه ما سميتهاش. لا لسه ما سميتهاش. لا تسميها لازم. لا لسه. منورنا يا دكتور. ميرسي ليك. مبدئيا يعني انا بحيي حضرتك جدا على المبادره دي، مبادره قد التحدي، مختلفه ومتميزه جدا، وفعلا بتدي للناس امل. مبدئيا خلينا ناخد الموضوع من البدايه، ايه اللي خلى حضرتك تفكر في مبادره زي دي لتعليم المكفوفين فن التصوير الاحترافي، اللي هو بيعتمد في البدايه على او في الاساس على حاسه البصر؟ تمام. هو في، انا من عشاق السينما، وبحب قوي اطلع من كل فيلم بحاجه. طبعا الشيخ حسني ده رقم واحد. كتكات. انه انا عايز اسوق فيسبا. احساس رهيب لو الناس قدرت تستوعبه. الفيلم الثاني عمرو عبد الجليل في صرخه نمله، لما بيقول احنا ممكن نعيش نمل ونموت نمل ومحدش هيحس بينا. دول اكتر حاجتين يهزوا اي بني ادم بشكل مباشر، انه لا انا مش عايز اعيش واموت كده، وعايز يبقى لي حاجه اذكر بيها فيما بعد. ده كان الاساس. الحادثه اللي خلتني لازم اتحرك في 25 يناير، لما كان لينا زميل واحنا واقفين جنب بعض فجأة فقد عينه. فتخيلت نفسي مكانه، طب ايه اللي ممكن يبقى حاصل لو ان انا اللي حصل لي ده؟ طيب انا راجل مهندس، ممكن يبقى شغلي في الهندسة يغنيني عن التصوير، لكن لو انا اكل عيشي التصوير، لو مهنتي التصوير وفقدت عيني، ممكن اعمل ايه؟ الحقيقة كانت المعادلة معقدة. صح. جدا معقدة جدا. من يومها وانا بشتغل على ازاي نمزج ما بين الهندسه وحب التصوير او فن التصوير. طلعنا شويه معادلات، والمعادلات دي بقت هي المعيار بتاع ازاي الكفيف يصور. والموضوع ما كانش بالنسبه لي معجزه، يعني انا حاسس ان الموضوع طالما حابب حاجه اكيد هتوصل لها. اكيد. بس منة طلاع عصام الدين، عاملة ايه الاول؟ الحمد لله. عايز اعرف عندك كام سنة وبدأت الموضوع ده ازاي؟ انا عندي 27 سنة. تمام. لسه مكملهم من كام يوم. ما شاء الله. اخرك 18 على فكرة. سنة طيبة. بس اخرك 18 بالمناسبة. زي بالظبط. وزي انا كمان.
انا والدي الله يرحمه كان عنده كاميرا وكان بيحب يصور وكده في خروجاتنا في خروجاتنا وكده. انا كنت باجي امسك الكاميرا الصوره عندي ما كانتش بتظبط تماما تماما خالص، وكانت على طول بتبقى مهزوزه وكده. مبدئيا انا كان نظري قوي عادي جدا وكنت مبصره عادي جدا، وبعد كده لغايه ما اتخرجت، وبعد كده بقيت ضعيفه بصر وقعدت من المكفوفين الحمد لله. وبعد كده الحمد لله على كل الحمد لله طبعا. وبعد كده راح كنت يعني برضو رجعت تاني لموضوع التصوير وحبيته، بس اللي هو بعد ما بقيت ضعيفه بصر اللي هو لا خلاص اللي هو ما فيش امل. فبعد كده بقى جت صحابي قالوا لي لا ده في بابا خالد بيعلمنا تصوير ومش عارفه ايه وكده، تيجي معانا. قلت لهم يا ريت يعني انا اتمنى. فادوني الرقم وكلمته، وطبعا هو رحب ويعني ربنا يبارك له ويخليه لينا طبعا. فيعني علمني وكده والحمد لله حلو قوي. طيب دكتور خالد خليني ابدا مع حضرتك بقى عن المبادره، نتكلم اكتر عن قد التحدي. ايه هي الاساسيات اللي حضرتك بتعتمد عليها في تعليم فن التصوير؟ هو الحقيقه احنا لينا شرطين اساسيين. الشرط الاساسي الاولاني انه يكون كفيف، ما يكونش عنده نسبه ابصار يقدر بيها يميز الاشخاص او الحاجات. الحاجه الثانيه انه يكون عارف ان هو كفيف، يعني من جواه مقتنع بانه انا كفيف، ما عنديش حته انه انا محتاج حد يساعدني، انا محتاج حد يوديني ويجيبني. لا، انت حابب انك انت تبقى واخد السلوجن بتاع قد التحدي، انت فعلا هتبقى قد التحدي. بالمناسبه انا كنت بتفرج على الفقره الاولانيه الخاصه بالتنمر، وكان نفسي اقول انه جزء من التنمر صادفناه في شغلنا، انه يعني كفيف خلاص هو ضاقت بيك الدنيا هتعلمه التصوير. ده نوع من انواع التنمر يعني بعتبره اشر انواع التنمر. وبالنسبه لي انا دايما بحب اخد الحاجه العكسيه. الحاجه العكسيه بمعنى انه ده الدافع اللي خلى كل يعني الحمد لله من فضل ربي عليا، يعني كل الناس اللي اشتغلت معايا او كل الناس اللي خدوا الورش النهارده عندهم القدره ان هم ينزلوا سوق العمل. عندي حد تحديت بيه في شغلي وخليته يصور ايفنت ونزلته على انه ده تصويري والناس ما فرقتش ما شاء الله. يعني الحمد لله عايزين نثبت بشكل او باخر انه يا جماعه الكفيف مش بالضروره انه يبقى شيخ حسني ولا يبقى الشخص المتسول ولا يبقى الراجل بتاع اللي بيحفظ قران ويحفظ قران بس. لا، الكفيف يقدر يعمل حاجات كتير. ويعني اعظم دليل طه حسين بالظبط، يعني بالظبط وعمر الشريعي وسيد بكاوي وفي ناس كتير جدا يعني يستحقوا مننا ان احنا نبص لهم بعين مختلفه، نغير الصوره النمطيه السيئه عندنا. دي 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 قامات، ده احنا يعني لما الناس اللي احنا بنتكلم منه عليهم دول الاصحاء حتى ما عرفوش يوصلوا لمقاماتهم. هرجع لك بقى يا منى، قولي لي بقى خدتي كام وقت قد ايه علشان تبقي مصوره محترفه وتعلمتي ايه؟ هو بابا خالد علمنا مسكه الكاميرا من البدايه. يعني الاول ادانا الكاميرا، وقبل ما يدينا الكاميرا اصلا ادانا جسم شبه الكاميرا بالظبط، بس مش الكاميرا عشان ما تقعش مننا وكده. في البدايه وعلمنا ازاي ماسكتها وحركه العدسه بتبقى ازاي وكل زرار ايه هو وبيشتغل في ايه. وبعد كده مسكنا بقى الكاميرا نفسها وخلينا بقى نجرب التجربه عمليا. والحمد لله يعني لولا كورونا كنا كملنا، بس ان شاء الله هنكمل. ان شاء الله مفيش حاجه وقفت باذن الله. باذن الله مفيش حاجه هتوقف وهنكمل برده. وباذن الله على ايد بابا خالد ان شاء الله هنبقى طيب. انت خليني بقى مع منى اسالها سؤال كده. في ناس في البيوت والله مش بتبقى عارفه تصور ازاي، يعني الاساسيات اللي ياخدوا بالهم منها ايه؟ تمام. الاول المفروض ماسكه الكاميرا بتبقى المفروض اساسا، يعني الكاميرا المفروض بتبقى مظبوطه كده، الواحد يلبسها الاول والمفروض بيمسكها بالصباعين دول الابهام والسبابه. بيمسك الثلاث صوابع الباقيين، بيمسك جسم الكاميرا الناحيه دي كده، وزرار الابهام بيبقى على الفوكس، وزرار السبابه بيبقى على زرار اللي هو اللقط. تمام. والايد الثانيه بتبقى على شكل هلال،
عشان نمسك بيها العدسه من تحت هنا عشان نظبطها. وبعد كده بقى انا ككفيفه بقوم بظبط الكاميرا من الزاويه دي كده على حواجبي علشان اعرف اظبط زاويه الكاميرا والصوره اللي حواجبي. الميزان الافقي للكاميرا. لكن بقى المبصر المفروض بيبص على العدسه من هنا. العدسه من هنا. خدوا بالك علميهم والله. العدسه من هنا. حلو جدا. ده المبصر. لكن الكفيف بيحط حواجبه من فوق هنا يعني. الزاويه اللي فوق العدسه على فوق. بتقولكوا على كل الاسرار علشان كده. كده. يمكن في ناس كتير يعني مبصره لكن تصويرها ما بيبقاش ملهم او بيبقى احترافي يعني بشكل كبير. طب قبل ما اروح لحضرتك يا دكتور منى، هل صورتي حاجات كانت مميزه خلال فتره المبادره؟ انا كان صورتي اشخاص كتيره من زمايلي وكده، وكان برضو بابا خالد كان بيعلمنا ازاي نصور الطبيعه وصورنا الحدائق وكده، فيعني الصور دي أنا اكيد حلوه وجميله زي ربنا يعينك. انا بعتز بيها حبيبتي. طيب دكتور انا معانا على التليفون دلوقتي علاء الباشا، عضو في مبادره قد التحدي. علاء مساء الخير. علاء منورنا يا علاء. مساء الخير. مساء الخير. ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام والله. كلمني يا علاء بقى عن المبادره، طبعا احنا معانا المهندس خالد ومعانا منى. طبعا. كلمنا بقى عن المبادره وعن اللي بتعمله بقى في مبادره قد التحدي. هو الباشمهندس خالد احنا تعرفنا عليه في المبادره نفسها، وكان يعني مبتكر للفكره وقائم بيها، وقدر بالفعل يساعد أصحاب الهمم إنهم يوصلوا بالتصوير الفوتوغرافي لمساحة تانية والمرحلة مختلفة، وكان ليه تجربة هامة عندنا هنا في اسكندرية. كانت ورشة اسكندرية. ورشة اسكندرية؟ الأستاذ علاء عامل نادي اسمه نادي عدسة في اسكندرية. تصادف وجود التدريب العملي، لقيت أكتر من حد معاه كاميرا، فسألتهم قالوا لي إحنا مع مجموعة اسمها مجموعة عدسة بقيادة طبعا الفنان علاء الباجة، اللي الحقيقة كان من الداعمين بقوة. أكتر حد ما كانش متنمر بينا وكان يعني متفاعل مع الموضوع، طلبت منه بشكل يعني سريع جدا ومفاجئ، قلت له عايز أجمع الناس دي كلها وأصورها. فوافق على يعني بشكل الحقيقة جميل جدا، وكان دافع جدا، وكان يعني باور غير طبيعي، ساعدنا في انه الفكره تنتشر في اسكندريه بشكل كبير. عملنا بعديها ورشتين ثلاثه الحمد لله لاقوا نجاح، وفتح لنا المجال انه نشترك في نادي عدسه، وخلى الاشتراكات مجانا لاولادنا المكفوفين. فالحقيقه انا يعني بشكره جدا على الهوى انه الله يخلي حضرتك احد الداعمين بقوه. طيب يعني بما ان حضرتك يا استاذ علاء احد الداعمين بقوه في مبادره قد التحدي، ايه الخطط او الافكار اللي ممكن تساهموا بيها وتشاركوا بيها في المبادره عشان تسهل اكتر عمليه الورش التدريبيه للاشخاص؟ هي الفكره من البدايه ان المبادره نفسها تثير دهشه المصورين، لان احنا بنعتمد في التصوير طبعا على حاسه البصر، فمعنى ان المكفوف يقدر يطلع صوره والصوره ناجحه وهو يفتقد لحاسه البصر، دي كانت حاجه صعبه جدا. ففكره المبادره اللي الاستاذ خالد عملها قدر يثبت ده، وبدا يساعد كمان المكفوفين ان هم ممكن يوجهوا ده انه يعمل بزنس او يشتغل بالتصوير، يعني بدا يعمل تجارب، ان بدا المكفوفين يفهموا يعني ايه تصوير منتجات، يفهموا يعني ايه تصوير اشخاص. فالفكره كلها اللي هو اوجد لنفسه مساحه خلتنا نشوف بعينهم اللي هي مش موجوده، فدي كانت مبادره يعني خطوه هامه جدا. وطبعا دي يعتبر يعني مش عايز اقول ما اتكررتش في العالم في اماكن كتير، يعني انا مطلع على كوميونتي المصورين على مستوى العالم، فدي مبادره هامه جدا وبالفعل تستحق الدعم عشان نقدر نوصل ان احنا نقدر نساعد كل اصحاب الهمم المكفوفين انهم يقدروا دي تبقى وسيله للتعبير بالنسبه لهم، بالاضافه اللي هي ممكن تبقى بالنسبه لهم بعد كده يعني مهنه او حرفه ممكن يشتغلوا بيها. احنا بنحييك جدا وبنشكرك يعني والله احنا اسهاماتك فنان علاء الباشا، احنا بنشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معانا، وبنشكرك لتواجدك في المبادره. والله احنا مش فرحانين بيكم، احنا فخورين بيكم حبيبي، وبنتباهى بيكم فعليا. ربنا يبارك فيك. الافكار الابداعيه والحاجات اللي بتكسر القواعد دي وبيبقى فيها نجاحات، احنا يا منى فرحانين بيكي جدا. ربنا يبارك. وعايز اسالك تاني بقى، بتحددي مصادر النور ازاي؟ او الحاجات كمان يعني
هاخد منك بقى سر الطبخ خلينا نتكلم عن تصوير المنتجات مثلا، وده اصعب انواع التصوير. تمام، انا الاول بشوف المنتج اللي انا هصوره وبوصل ليه، وبعد كده لو معايا عصاية بتاعت المكفوفين بحددها بظبطها على زاوية العدسة، وبعد كده او لو مفيش معايا العصاية بحط جنبها مصدر صوت، موبايل بقى شغال، كاسيت صغير، ايا يكن، وعلى مصدر الصوت باخد اللقطة، بظبط الزاوية وباخد اللقطة. طب تقدري تاخدي لنا لقطة؟ اهو يلا بينا. اه طبعا. تمام. هو انا بس عايز استاذنكم ان احنا نبقى يعني نقرب اه يعني لو ده متاح، انا مش عارف هيبقى الدنيا صعبه شويه. احنا ممكن طيب اتصوري يا عمرو لا خلاص بصي، يعني المخرج بيقول لنا اقول لها هو آه ممكن اتصور انا والنوران بس. طيب ماشي، اتصور انت والنوران بس. اوكي اه يعني انا كده انتوا مش عايزين نتصور معاكم. طيب خلاص انا انتوا شريرين. طب ليه انت شلت كمان الكفر بتاع الكاميرا؟ انا شلت الكفر. تعالى يا باشمهندس كده معانا. اسمح لي نتصور. طبعا طبعا. يلا يا توتا لحظة واحدة بقى. اهي متحددنا. ايوه حاسبي عشان في مج وراكي. خلاص انا اهو، انا طويل، انا قصير. ممكن انا طويل يبقى في النص. لا نقعد بس عشان ماشي. طيب ماشي، ايه اللي تؤمر بيه؟ احنا مش هنقدر نقول لك اي حاجة، اللي تؤمري بيه. حاضر يا باشا. يلا ايوه ده الارتفاعي. ماشي وانا طبعا الطويل انت عارف فين. طبعا هتشوفوا الصوره دي يعني بعد الهوا، هتشوفوها على الصفحه وهنتابعكم. لا وتابعوا منا يا جماعه، منا يعني ما شاء الله من المصورين. انا عايزاكي تعملي لي فوتو سيشن مبدئيا. طبعا اه ماشي. يلا يا جميل انا اهو. يلا انا عايزه صوت. انا اهو انا اهو معاكي. لا عايزه صوت دكتور خالد اللي في النص. حاضر يا فندم. أوكي. اللي في النص عشان تظبط الدنيا. عشان اظبط الدنيا. اوكي يا حبيبي. يلا صوت. صوت وصوره ومعاكي. يلا بينا. يلا صوت كمان مره. حاضر حاضر انا اهو. عذبتينا. واحده كمان واحده كمان بسرعه. يلا بتعذبينا زي المصورين والله. حرام عليك. طبعا لازم. حرام عليك. اكيد هنا في مصور وهيبقى عارف انه ده اللي بيحصل عادي. صوت تاني. حاضر. انا طويل. طيب. يلا صوت كمان. ايوه اهو معاكي. شكرا جزيلا. فرجيها بقى الصوره. هي جايه لك. لحظة واحدة. تمام خدي وقت. اللي تحت. لا هو تاني زرار من تحت اللي انت عارفاه. لا يا حبيبي تاني زرار في واحد اهو. ايوه انا طالع كويس. حلوة جدا. طيب احنا محتاجين بقى نخليها هي لوحدها على المونيتور. هي دلوقتي الصورة معانا. اتفرجوا يا جماعة على التصوير. الصورة ما فيهاش غلطة. حلوة جدا. تسلم ايدك يا منى. ايه الشطارة دي والحلاوة دي؟ اتفضلي يا عمر. وخليتيني ساكت، انا ما حدش قدر يسكتني كده الفترة اللي فاتت. طيب يعني دكتور خالد تجربة حلوة جدا اللي احنا عملناها دلوقتي، بس منى خدت خطوات معينة عشان تقدر تاخد زاويتها او الكادر بتاعها في الصورة او في الكاميرا. قالت لحضرتك ان هي عايزة صوت معين منك طول فترة التقاطها للصورة. بالظبط. ليه؟ بص حياتك، مبدئيا الفكره بتاعتنا مبنيه على ايه؟ مبنيه على ان كل عدسه ليها زاويه. اوكي؟ ده الهندسه. والزاويه دي بتحدد يمين وشمال الكادر. هي بتبتدي تختار العدسه، نوع العدسه، علشان تعرف الزاويه اللي هتصور بيها، وعن طريق الصوت بتبتدي تحدد الارتفاع بتاع الشخص، هو واقف ولا قاعد، باصص يمين باصص شمال، لانه برضو من بعض مع الاسف يعني حالات التنمر انه طب صوري وابص الناحيه الثانيه. اعوذ بالله من الناس. فهي تقول له لا حضرتك بعد اذنك بص لي. وتتكلم معاه لحد ما تاخد الصوره بتاعتها. علشان تثبت له انه هي شايفاه. شايفاه بقلبها مش شايفاه بعينيها، مش بالضروره انها تبقى شايفاه بعينيها. احنا عندنا المسافه لو حضرتك خدتي بالك هي عملت حركه خبيثه كده انها حطت رجلها عند رجلي علشان تقدر تحدد المسافه اللي هترجعها قد ايه. احنا كام شخص؟ ثلاث اشخاص. عرض الشخص تقريبا 75 سنتي، يبقى احنا كده تقريبا 2 متر، يبقى هترجع مسافه حوالي 2 متر ونص 3 متر علشان تقدر تجيب الفريم اللي يخلي الكادر بتاعها مليان مظبوط. دي الدراسات اللي هم بيتعلموها. تعلم نوع العدسه، تعلم الاضاءه، تعلم الالوان. يعني تقدر تقول لك دلوقتي الالوان اللي موجوده ايه. ودرست الالوان علشان تقدر تعمل سينوغرافيا، تقدر تعمل اضاءه مسرح، تقدر تعمل باك جراوند للاشخاص. يعني لو حضرتك لابسه لون معين لازم تتصوري على خلفيه شكلها كذا. تقدري تساليها على الالوان وتساليها على العدسات يعني.
زي اللي بيدرسوه في معهد سينما او فنون تطبيقيه. ما يختلفش خالص يعني خالص. عن فنون تطبيقيه ومجال التصوير. احنا بنحييك يا منى على اولا الصوره حلوه جدا، انا مستنيه تعملي لي فوتو سيشن. انا بتكلم بجد مش بهزر، انا بحب التصوير. خدي منها فلوس كتير، خدي منها فلوس كتير. ده شرف ليك. طب مجاني انا معاكم بقى، انا جاي في المجال. ليه في مصر لقضيه المراه، فانت مش هتسلك في الموضوع ده. اه انت في مصر كمان لقضيه المراه. وعندي استعداد من دلوقتي اي حاجه منك حلوه، ونتفق على جلسه التصوير، واي صور انت حابه تصوريها تبعتيها لنا هنا نعرضها لك من خلال اين بوكس. احنا بندعم المبادره جدا وبنحيي حضرتك على المبادره، مبادره هايله وعظيمه، وبالتوفيق يا رب دايما. ربنا يخليك. نورتينا يا باشمهندس خالد، نورتينا جدا. مبادره قد التحدي دي اللي هي مبادره مفيش مستحيل تقريبا يعني. ده صحيح. يعني وكل الاسماء القويه تحتمل انها تكون عنوان للمبادره. ربنا يكرمك وكل الناس اللي بتعلمهم دول، اكيد مش حاجه هتروح كده. يا رب يا رب يجعله كده. انا بس ليا كلمه اخيره في شخص حابب ان انا احييه على الهوى، وهو يعني الداعم رقم واحد والجندي المجهول. ان كان في نجاح ففي شخص ورا هذا النجاح، اسمه حنان علي سيد، زوجة حضراتنا. وهي الحقيقة بجد هي الجندي المجهول، هي اللي بتقدر توفر كل الإمكانيات الرهيبة. ممكن تبيع حاجات علشان يجيب عدسة اتكسرت. لما تبوظ مني عدسة ممكن، طيب انا هبيع مش عارف ايه عشان اجيب له العدسة من واديها له هدية في عيد ميلاده. احنا يعني بنوجه لها التحية وكل الشكر مدام حنان. ايوه. فريق ان بوكس بيسلم عليكي وبيحييكي ومزيد من التألق والنجاح ان شاء الله في المبادرة. شكرا ليك يا دكتور خالد. بشكرك يا منى حبيبتي، نورتينا. وان شاء الله على ميعادنا واتفقنا. شكرا يا نوران. احنا لسه فقراتنا مستمره بعد الفاصل، هيبقى معانا اين بوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي حجازي، وهيكلمنا عن انواع الطلاق. خليكم معانا. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم باقي فقرات انبوكس، وجه ميعادنا مع فقره انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي حجازي. طبعا احنا في الفقره دي بنرد على كل الاستشارات القانونيه اللي الساده المشاهدين بيبعتوها لنا. اما النهارده موضوع حلقتنا او فقرتنا هيبقى عن الطلاق وانواعه المختلفه، وايه هي الاسباب اللي الست تقدر تستند اليها في دعوى الطلاق امام المحكمه. كل التفاصيل دي هنتكلم فيها مع المستشار احمد اللي منورنا في الاستوديو. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. الاخبار؟ الحمد لله. سياده المستشار منورنا جدا. ميرسي. الحقيقه الفتره دي بنبقى محتاجين معلومات قانونيه، وبما اننا بنتكلم الحلقه دي عن الطلاق فنعرف في الاول كده، هو الطلاق انواع؟ هو الطلاق طبعا انواع، بس هنقول مش عشان ما نصعبش على الناس، هنتكلم في الحاجات اللي تهم الناس. يعني في انواع طلاق سني وطلاق مش بدعي، ومش هنبعد عن القصه دي، ولكن هنتكلم في الطلاق، اما طلاق رجعي او بائن بينونه صغرى او بائن بينونه كبرى. يعني ايه التلاته؟ الطلاق الرجعي هو طلاق يستطيع ان يقعه الرجل. هو الطلاق معناه ايه الاول؟ هو حل العقد لفظا، حل عقد الزواج او حل الرابطه الزوجيه. تمام. طبعا الجميع يعلم ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن ربنا شرع الطلاق لاسباب. تمام. اذا وجدت فمش هيبقى فيه اجبار على استمرار الحياه الزوجيه. ويمكن دي من عظمه الشرع عندنا، ان يعني في ادراك لان الحياه الزوجيه فيها امور وامور بتطرأ عليها بتخلي ان الحياه مستحيل تكمل، وده مش غلط. فابغض الحلال عند الله الطلاق، والطلاق هو حل عقد الزوجيه. الطلاق الرجعي هو طلاق يوقع عن طريق الزوج نفسه، الزوج نفسه هو اللي بيطلع. يعني الزوج يقول لزوجته انت طالق. تمام. فهو هنا الطلاق يستطيع انه يعاود ويرجع زوجته في فتره العده بتاعتها. تمام. ويجب أن يطلق الزوج زوجته في طهر، ويجب أن يكون الطلاق بلفظ صحيح، يعني يقولها جملة تفهم منها أنه طالق، ولفظ واضح وصريح. وفي طبعا
طلاق معلق على شرط، انت لو خرجتي ورحتي تبقي طالق، صح. تفاصيل الطلاق. ولكن الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصدر من الزوج بلفظ صحيح، تمام، ويستطيع الزوج في هذا الطلاق ان يعاود ويراجع زوجته بارادته هو المنفرد من غير ما يرجع لها، من غير ما يرجع لها. ده اللي بنقول عليه الطلاق الرجعي، يعني هو طلقها النهارده، تمام، طول ما هي في فترة عدتها يستطيع أن يراجعها بدون رضاها، يعني مش مستني إذن منها. ده الطلاق الرجعي. طيب الطلاق البائن بينونة صغرى وبينونة كبرى. الطلاق البائن بينونة صغرى ده إذا لم يراجع الزوج زوجته في عدتها انقلب الطلاق إلى بائن بينونة صغرى. يعني الطلاق لما الزوج يرميه اللفظ من بقه في أول طلقة، تمام، أو تاني طلقة، تمام، يبقى وما قعد فترة العدة اللي هي ثلاث قروء أو ثلاث حيضات والطهر منهن، تمام، وما رجعش زوجته بينقلب إلى بائن بينونة صغرى. يعني إيه ينقلب إلى بائن بينونة صغرى؟ ما ده طلاق وده طلاق، يعني لازم مأذون، لازم بعقد جديد ومهر جديد ورضا الزوجة. عشان الناس بس الحته دي مش فاهمينها، يعني ايه راجعي وباين بينونه صغرى وباين بينونه كبرى؟ طب الباين بينونه كبرى ايه؟ وهنرجع حته تاني في الباين بينونه صغرى عشان بيتفرجوا علينا يعني يبقوا معلومه كامله. عشان المعلومه ان شاء الله تبقى كامله. الباين بينونه كبرى هو هي المتممه للثلاث طلقات. لان احنا بنقول ان الرجل لا يملك الا انه يطلق ثلاث طلقات. بعد ثلاث طلقات ما ينفعش ترجع تاني. اوكي، يعني هو اللي هو في الدراما بيقولوا عليه عايزه محلل. اللي في الدراما عايزه محلل، يعني الراجل طلق اول طلقه ينفع يرجع، تمام، تاني طلقه ينفع يرجع، تالت طلقه ما ينفعش يرجع، خلاص. لان الشرع قال ايه؟ الطلاق ده ما فيهوش هزار. ثلاثه جدهن جد وهزلهن جد. تمام، الطلاق ما فيهوش هزار. فان النهارده انك تتعود، وده عشان كده بنقول للراجل اللي طول النهار يحلف يمين طلاق وهو قاعد، لو واحد قال له مش هشرب شاي يرمي يمين طلاق. لا انت مش عارفه ايه علاقه الطلاق ما ما يعني ما ينفعش. طب معلش يا استاذ، دي اسمى رابطه وربنا يعني في اطار مقدس وعلاقه محترمه جدا، ما يبقاش دارج الكلام كده. طيب الطلاق المشروط اللي هو بالله لو انت خرجتي هتبقي طالق، لو رحتي مش عارفه تقابلي صاحبتك هتبقي طالق، لو هي عندت معاه وعملت كده بيبقى في طلاق فعلا؟ شوفي، خلينا الحته دي ما ناخدهاش من الناحيه القانونيه، خدها من حته اصلي برضو في حته ما بين الشرع والقانون. المواطن نفسه او الزوج نفسه ممكن ياذي نفسه من غير ما يحس. ما هو ليس العلاقة الزوجية القانون بيرسم لها إطار، ولكن أنا ممكن أتجاوز على الإطار ده بس أبقى عايش مع مراتي في حرام. فيجب أنه يعني أديك مثال، زوج طلق مراته وما وثقش، وبتحصل كتير جدا الحكاية دي. طلقها طلقة واضحة صريحة جدا ولا أنت طالق، بس مفيش مأذون ومفيش مأذون وما راحش وثق المأذون، يعني ما يبقاش في طلاق. لا، في طلاق. ما دي بقى الخلاف اللي انا بتكلم من ناحيه القانون عندي. انا بتكلم من ناحيه القانون بقى، الحته الشرعيه لها اهلها وهم يفتوا اجراءكم على الفتوى واجراءكم على النار. انا ما بحبش اتدخل في علم انا مش مختص بيه، تمام، ولكن ان النهارده انا كرجل قانون قدامي بالورق، مفيش ورقه، مفيش طلاق. وعشان كده المشرع قال ايه؟ اللي يطلق في خلال 30 يوم لازم يوثق والطلاق بتاعه ويشهده. تمام، فانت النهارده ممكن تلاقي واحد طلق سليم شرعا 100%، بس ما ثبتهوش، وطلق تاني وطلق تالت. طب ما انت كده عايش حرام، ده من وجهه نظري. اذا طلق ثلاث طلقات انت مش هينفع يرجع. فيا جماعه العلاقه دي ما بتتشافش قوي قانون، ما بنحسبهاش ورقه وقلم، ده مش بيزنس. يعني 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 اللي عايزها من القانون اهلا وسهلا، مش ثغرات بقى مش هنتحايل، مش هتتحايل على زوجتك او على حياتك وتعيش في حرام وتاذي امراه ممكن ما تبقاش عارفه. يعني الامور فيها تفاصيل شويه محتاجه الى وعي مجتمعي وثقافه دينيه محترمه للناس يفهموا الحقوق والواجبات.
وبرضه محتاجه الى تنظيم قانوني ما يخوفش الرجاله. النهارده الرجاله بتخاف جدا من حكايه الطلاق والجواز لان بيقول لك هيبقى في تبديد وفي مش عارف ايه وقصص. بالظبط بالظبط. فالطلاق البائنه بينونه كبرى هي المكمله لسلاس. تمام. احنا عندنا زي ما قلنا اذا طلق الزوج زوجته ولم يراجعها في فتره العده تمام يرجعها. تمام. تبقى طلقه اسمها طلقه بائنه. يعني ايه طلقه بائنه؟ يعني ما يقدرش يرجعها زي ما قلنا الا بعقد ومهر جديد وموافقتها كمان. وطبعا ما هي بعقد ومهر يعني هتروح وتكتب كتاب ويبقى فيها قبول وشروط من الاول. ده انا اقول لك على حته بقى في الموضوع ده مهمه جدا. تمام. هنا كمان ايه الطلاق اللي ممكن يبقى بائن بينونه صغرى؟ طلاق القاضي. لما القاضي يحكم بالطلاق او بالتطليق هنا الحكم القاضي بالتطليق لا يجوز ان يكون رجعي. يبقى لازم عشان يعني مش القاضي يروح حاكم على الزوج بالتطليق الزوج يقول له طيب يا عم مش انت طلق انا رجعتها لك اللي هو ما خلصتش العده يعني. هنا طلقه تطليق القاضي هي هو في ياخد حكم البينونه الصغرى اللي لا يجوز مراجعه ما دام معاها حكم قاضي بالطلاق حتى لو اول طلقه. تمام. هنا تاخد حكم انه لازم بينونه صغرى اللي هو لازم تيجي الزوج يجيبها ويرجع. فالطلاق الرجعي هو طلاق بيد من له حق حل لان ممكن الست تكون ليها حق التطليق تطلق نفسها كيفما شاءت وقتما شاءت. دي عباره بتكتب كده كيفما شاءت عشان تفهم منها المده والعدم. كيفما شاءت تختلف عن وقتما شاءت. نعرف الفرق يعني ده وقتما شاءت يعني هي تطلق نفسها في الوقت اللي هي عايزاه. كيفما شاءت عدد ممكن تطلق نفسها وتطلق نفسها طلقه تاني. يعني ما هو هو ممكن هو الزوجه ليها رخصه انها ممكن ان يبقى لها حق التطليق. تطلق نفسها مره بس خلاص استخدمت هذا الحق ما لهاش تاني وممكن اكتر من مره. تمام. فاحنا هنا بنتكلم على ادي الطلاق الرجعي امتى بينقلب لبينونه صغرى؟ لما يعدي العده او لما يحكم به القاضي. فده بينونه صغرى. يعني ايه بينونه صغرى؟ يعني ترجع بمهر وعقد جديد. او يكون طلاق بائن بينونه كبرى وهو المكمل للسلاسه. تمام. طيب السؤال اسمح لي بقى اخد سؤال على لسانك. اتفضل يا عم. في بنات يمكن او كتير جدا من الستات بيختلط عليهم الامر في فكره رفع اسباب او الاسباب اللي بتخليهم يرفعوا دعوه طلاق وتبقى مقبوله. فهتقول يعني سمعنا كتير من الدراما عن اللي بيشخر واللي مش عارف بيرجع متاخر وفي اسباب مختلفه. خلينا نتفق على اسباب الطلاق او التطليق. كل ضرر يصيب المراه تمام فمن حقها انها ترفع دعوتك. هو مش فرض على سبيل الحصر على فكره. في حاجات طبعا هنقولها في كلامنا. ولكن كل ضرر يصيب المراه تمام. وهنا بقى في حته مهمه جدا. هناك ضرر يصيب المراه في مراه اخرى ما يصيبهاش. يعني ايه؟ يعني المستوى الاجتماعي، البيئة، المستوى الثقافي يختلف من مرأة لمرأة. في مرأة أنا آسف جدا طبعا في التعبير ده وما أحبش أقوله بس أقوله للتوضيح. في مرأة لو ما انضربتش ما يتعدلش حالها. ده بالنسبة لها يعني مزاج الصبح تتضرب. ده بجد احنا بنشوف ده على فكرة. وفي مرأة لو جوزها مجرد انه يشاور لها بايده ده بالنسبه لها وبالنسبه لعيلتها وبالنسبه لاسرتها وثقافتها هو ضرر. فهنا الضرر مش قاصر على شويه الحاجات اللي احنا بنشوفها الدارجه، لا انت ممكن تقدر لو في ضرر بيصيبك ما وللمحكمه سلطه التقدير ده. المحكمه لها سلطه التقدير. الضرر اللي بتقوله واحده بتقول يا جماعه انا جزء بيشخر خلينا نقول المثال ده يعني مع يعني القاضي لما بيشوف سبب زي ده بيتصرف ازاي؟ خليني اقول لك القاضي رجل يعني متمرس ورجل يعلم جيدا ان دي حقوق اسره فلازم بيبحث يشوف هل هناك ضرر. يعني انا ادي حضرتك مثال على يعني جه على بالي دلوقتي واحنا بنتكلم. افترض واحده
شخصيا بيتهم صغير. ما انت ممكن تقول لك الراجل بيشخر روحي نامي في اوضه ثانيه. ما عنديش اوضه ثانيه. وهذه السيده مريضه مثلا، ومرضها انها لو صحت من النوم ما تعرفش تنام. في يعني امثله كتير، بس احنا مش عايزين نحط يعني نيجي زي ما نقول ايه في حته شكلها كوميدي شويه التشخير في النوم ونتصدى لها، لان هي دي حته بتبقى يعني شويه كوميديه شويه. بس بيها. اذا هناك ضرر، النص الماده اتكلم عن الضرر. اذا اثبتت ان في ضرر واقع عليك في الزواج من حقك، الضرر ده نفسي، الضرر ده مال، اجتماعي، و انواع الضرر كتير. طيب في سؤال يمكن هو ممكن يكون مكرر شويه، ولكن احنا برضو محتاجين نوضحه للساده المشاهدين، وهو مده الطلاق او مده قضيه الطلاق في المحكمه بتستغرق قد ايه؟ يعني كنا زمان بنشوف انه الستات اللي بترفع قضايا الطلاق بتاخد وقت كتير قوي، وبتصرف فلوس ومحامي وقصه، وبتقعد سنين وعمرها بيضيع عشان تتطلق. تمام. في حين انه الخلع دلوقتي بقى اسهل بكتير، ولكن الست بتتنازل عن حقوقها كلها الماديه. صحيح. هنا بقى قضيه الطلاق بقت بتاخد وقت قد ايه في المحاكم؟ هل اتغيرت؟ شوفي، هو القانون ما اتغيرش، ولكن الحمد لله الاجراءات بقت اسرع. الدواير بقى في دواير اكتر، رغم العدد بيزيد برضو، عشان يعني برضو ما نقولش يقول لك طب ليه الدنيا بتتعطل. يعني اغلب قضايا الاحوال الشخصيه ما بقتش تقف كتير على فكره. يعني قضايا النفقات والقضايا دي بتخلص بسرعه، ده فعلا يعني ده واقع. تمام. ولكن قضيه الطلاق لانها بيبقى لها اجراءات شويه، يعني في بعض انواع من الطلاق بتحتاج ان القاضي يعرض الصلح على الطرفين ويمهلهم مهلة قانون اشترطها، ويعرض عليهم مرة تاني إذا كان لهم أولاد. تمام. وبعد كده يودي القضية لحكمين. يعني إيه حكمين؟ يجيب حكم من أهلها وحكم من أهله. إذا لم يسمي هذا الطرف حكم من أهله أو تسمي الطرف التاني حكم من أهلها، عليها إنهن بيوديها القاضي إلى دار الأزهر، في لجنه هناك بتبحث هذا الامر، وبتجيب الاطراف وبتقعد معاهم وتسمع للزوجه وتسمع للزوج. ده كل ده حفاظه على البيت؟ كل ده لان الشريعه الاسلاميه قالت كده. تمام. شريعتنا قالت ان احنا قبل الطلاق ده حتى المأذون حكم من أهله، حتى المأذون يجب انه بتشوفه قبل ما يطلق. قبل ما يطلق وتلاقي الزوجه قاعده والزوج خلاص يا مولانا احنا اتفقنا. يا ستي ده لا، ده بيعمل شغل. لا ده شغله، ده الشرع بيقول له كده، انه لازم ينصح الزوجه. يعني ده اجراء لابد منه. فهذا الاجراء بيطول. تمام. برضو في الضرر بيبقى فيه شهود يثبتوا الضرر. ما هو واحده تروح قالت ايه ده جوزي ضربني، طب مين اللي يثبت؟ تمام. الا اذا كان واخد حكم جنائي انه ضربها واعتدى عليها وثبت هذا الحكم. وثبت يعني، ما انت ممكن تعمل له محضر وياخد براءه، فبيجيب شهود، ففي جلسه تحقيق فبيسمع شهود. والامور تفاصيل قضيه الطلاق او دعوى التطليق طويله شويه. فعشان كده بتقعد، بس ما بتقعدش كتير. وليه زمان ما كانش حد بياخد الاحكام؟ لان اغلب الستات كانت بترفع وما عندهاش دليل ومش عارفه تثبت ومش عارفة تثبت المشكلة فين، ولا أساسها إيه، ولا تثبتها. لأن المنطق بيقول إيه؟ أغلب المشاكل بتدور حوالين جوه أوضة النوم أو جوه الشقة، ما بيبقاش فيه شهود كتير. حتى لو صوتهم عالي السكان بيبقوا سامعين صوت أقصى حاجة، حاجة بتتكسر أي كده. يعني بيبقى مفيش، أنت سمعش، أنت الشهادة سمعية، أنت سامع من واحد ان فلانه اتضربت او سويت، بس مش شايف فين، قدامك. مش في الشارع مثلا. فعشان كده، ولكن يعني هي قضيه، اذا المراه استطاعت ان تثبت هذا الضرر بيحكم القاضي بالتطبيق. اسرع بيت اسرع تقريبا دلوقتي. والاجراءات اكيد قلت شويه. بس عشان كده بنقول بتطول عشان ليها اجراءات خاصه شويه. طيب في بدايه الحلقه حضرتك كنت بتقول انه في ناس ما بتروحش توثق عقد الطلاق. افرض الزوج رفض هنا، هي في الاول ازاي بتقدر توثق الطلاق ده؟ ولو الزوج رافض ان هو يوثقه تعمل ايه؟ تمام. حاضر. شوف، المفروض الزوج عليه انه لو طلق زوجته حتى بمجرد التلفظ بالطلاق انه يروح يثبت ده حتى عشان هو. يعني انا عايز اقول للزوج حاجه،
يا سيدي روح اثبت الطلاق لانك انت ممكن تطلقها وتموت هي هتورث فيك. هو حتى مش من باب مش من دي حاجه دي مفيده للراجل. يعني ماشي انت قرفان خلاص وزهقت والدنيا قفلت معاك خلاص انت كده بتسيب لها انها تورث. ما هو خلاص هي الزوجه يعني ده كل دلوقتي اللي هيسمع حضرتك هيروح يجري يوثق الطلاق ده دلوقتي. طب اقول لحضرتك حاجه، هذه الواقعه كانت مع قدامي انا شخصيا. تمام، زوج طلق زوجته طلق شفوي لفظي كده لفظي، وجم يعملوا اعلام الوراثه، مفيش ورقه تثبت ان هي متطلقه، مفيش. مين يا ابني اللي طلق؟ دي بتبقى مطبات على الهوا. تم القاضي اللي قدامه اعلام الوراثه ده هي بالنسبه له زوجه. طب يعني اتحلت بطريقه بفتوى من دار الافتاء والمحكمه، وديت تصريح وخدنا تصريح من دار الافتاء بان الزواج كده ما دام الزوجه شهدت انها اتطلقت وقصه. بس احنا بنقول ايه؟ طب الزوجه دي كان عندها ضمير وما حبتش تاخد حاجه مش حقها. صح تمام، لكن انت يجب انك توثق الزواج شرعا وقانونا عشان تثبت ده وحمايه ليك لو انت بقى يعني مش خايف، والقانون اشترط عليك انك لازم توثقه خلال 30 يوم. احنا لسه معانا اسئله كتير، لكن هناخد فاصل صغير ونرجع لكم في انبوكس بعد المداوله علشان نكمل معلوماتنا القانونيه واسئلتكم، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، بنكمل فقرات إن بوكس بعد المداولة مع المستشار أحمد فوزي حجازي علشان يقول لنا مجموعة من المعلومات القانونية، ومنكمل حلقتنا النهاردة عن الطلاق. طيب المدة القانونية اللي يجوز للزوج مراجعة الزوجة فيها؟ دي مهمة قوي. بمعنى إيه مهمة قوي؟ في غلطة كبيرة قوي الناس ما بتاخدش بالها منها، لأن الناس ما عندهاش وعي. المواطن العادي مش المفروض هيكون ملم بالقانون، ولكن يفترض العلم بالقانون. تمام، احنا قلنا عايزين نفرق في الحته دي ما بين الشرع والقانون، والشرع جزء من القانون في الحته دي. ازاي؟ القانون بيقول ايه؟ اذا طلق الرجل امراته تمام ليه انه يرجعها بارادته المنفرده تمام خلال فتره العده اللي هي الثلاث قروء تمام، وللست للنساء التي تحيض التي لا تحيض ثلاث شهور، لان الثلاث قروء غير ثلاث شهور عشان الناس تفهم الحته دي كويس قوي. طب ما نوضحها. حاضر. الثلاث قروء زي ما مفهوم انه مش معناهم يبقى ثلاث شهور، لان الدوره الشهريه عند المراه مش ضروري تبقى 30 يوم، بتبقى عدد اقل. تمام؟ طيب الراجل ده الشرع قال ثلاث قروء طهر منهن، فعمرهم ما هيجوا في اغلب السيدات 90 يوم. تمام؟ الحد الادنى بتاعهم كام؟ ثلاث قروء دول 60 يوم. شرعا وقانونا تستطيع المرأة أن تحيض ثلاث حيضات وتطهر منهن في خلال 60 يوم. ده الحد الأدنى. ده الحد الأدنى. المشرع المصري خد بده. خد بإيه؟ قال لك لو الراجل يعني الزوج بيعمل إيه؟ الزوج يروح مطلع مراته يوم 1/1/2020، بما إن سنة 2020 سنة لذيذة وجميلة. خلينا نضرب بيها المثل. طلقها 1/1/2020. هو متخيل إنه ومراته تحيض. تمام، هو متخيل انه ثلاث شهور ويقدر يرجعها بارادته المنفرده زي ما احنا لسه زي ما احمد فوزي قايل دلوقتي. بدون علمه. لا، لو راح رجع طلقها عند المأذون يوم 1/1/2020 لا يستطيع ان يرجعها بارادته المنفرده عند المأذون الا قبل ال 60 يوم. يعني المأذون هيقول له انت طلقت يوم 1/1، طب انت جاي لي يوم 5/3، ما اقدرش ارجعها على الرغم ان هو في الثلاث شهور. ليه؟ لان المأذون عنده النص بيقول 60 يوم. ليه؟ المأذون ما يعرفش الثلاث حيضات. فالقانون خد باقل. طيب ارجعها ازاي؟ هات لي زوجتك تقر لي انها لسه في عدتها. ما تمتش الثالثه.
طب ما الزوجه مش هترضى، ما في زوجه ما صدقت ان الزوج طلقها. عشان كده بنقول للراجل خد بالك لو عايز تراجع ما دام طلقت عند مأذون تراجع في خلال ال 60 يوم عشان وتعلم بالمراجعه دي خلال ال 60 يوم. طيب الزوجه مش راضيه تيجي والزوج عارف انها لسه في العده بتاعتها يعمل ايه؟ بعت لها انذار. يخرج بس من المطب ده ازاي؟ بعت لها انذار مراجعه انه عايز يرجع يرجعها. هتيجي قدام القاضي، القاضي هيحلفها اليمين. يوم ما جالك الانذار كنت خلصت هنا القانون بياخد بالتلات قروء، المأذون بياخد بالستين يوم. هيجي القاضي يحلفها اليمين وهتحلف تحلف اليمين. انت يوم ما جالك الانذار ده كنت تلات حيضات انتهوا. لو قالت اه القول قولها خلاص يبقى اتطلق، يبقى كده الطلاق اصبح باقي بينه وزوجها. قالت لا يبقى الراجل رجعها من يوم ما بعت لها الانذار. تمام. يعني الحته دي نحذر الناس منها، ال 60 يوم والثلاث قروء والثلاث شهور، ثلاثه صح بس لكل مقام تفصيلة مقام. تفصيله معينه. تفصيله معينه. ناس تراجعها كويس. طبعا طبعا. طب هل يجوز الطلاق للزوجه عشان تتزوج بشخص اخر؟ هي الزوجه عشان تتجوز بشخص اخر؟ الزواج باخر سواء هي او هو. لا طب يعني عايزه ترفع طلاق ما عايزه تتجوز من اخر؟ شوفي لا يمكن هيحصل حاجه زي دي ولا حد هيرفع حاجه زي دي، لان هو وعشان كده هنقول ايه الضرر اللي صابها. لو دلوقتي في خلع، زمان كان التطليق ما فيهوش الخلع، فلو ما عندهاش ضرر هي قاعده غصب عنها. دلوقتي خلاص انت عايزه تتجوزي باخر، اخلعي خلع، اخلعي اخلعي خلاص، لإن الخلع لا يشترط سبب. يعني الخلع القاضي ما بيقولكيش في ليه، أنا بس أخاف ألا أقيم حدود الله، ودي منها. أنت أنا مش قادر. زي الأصل الموضوع اللي بني عليه الخلع أصلاً، هي لما السيدة لما راحت لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا لا أعيب عليه خلقه أو دينه ولكن أنا مش قادر. يعني خلينا يعني عشان إيه نبقى واضحين. فخلاص أنت نفس القصة، الزوجة هنا عايزة تتزوج من آخر فمش قابلة هذا الزوج، وإن كانت يعني دي إحنا كمجتمع شرقي ما بنشوفهاش بس يعني تعمل نفسها مش واخدة بالها، لأنه هو أصلا حتى ما ينفعش إنها تكون بفكر في واحد تاني وهي معاها طبعا طبعا ما ينفعش. يعني بس يعني فرضنا إنه ده سؤال برضه خلع. في ناس كتير ممكن تطرحه كتير قوي في عقلها يعني. كتير قوي يعني في بيت الواقع كان رد عليه حديقته. ده في موضوع الخلع. فهنا تقدر حضرتك تخلع وخلاص، لكن مش هتروح ترفع السبب عند القاضي وتقول له انا عايز اتجوز واحد تاني. يعني ممكن القاضي يعني ما يطلقهاش الموضوع مستفز شرقيين. يعني انت جاي تطلبي ايه في ايه؟ ممكن الزوج يعند يقول لها انت عايزه كده طيب والموضوع يطول بقى. يعني هو في العكس بقى، ايه اذا تزوج الزوج باخرى؟ ها ده حق الزوجه انها ترفع قضية طلاق للزواج بأخرى من الزوج بعدم علمها. يعني يبقى سبب. طبعا وده سبب، ده موجود في القانون السبب ده، التطليق للزواج بأخرى. الزوج راح اتجوز واحدة تاني، فمن حق الزوجة هنا انها تقول انا عارف ده ارفع دعوة تطليق لاني اصابني من هذا الزواج اضرار كذا كذا كذا. تمام. ولكن هذه الدعوة تمام ليها برضو شرطها. يعني ليها شروط هنقولها ان شاء الله. ماشي، ناخد كده مجموعه من اسئله الناس. نبدا برانيا اسماعيل بتقول لو عندي سكان وعقودهم اللي عندي ضاعت ومش راضيين يدفعوا الايجار، ولا انا عارفه اقول لهم ان العقود ضاعت لان انا بعت العقود للمحامي وضاعوا منه ومش عارفه اعمل ايه، ايه العمل؟ والله يا رانيا هقول لك اسكتي. لو السكان سامعيننا دلوقتي تبقى مشكله. طبعا مشكلة في حاجة معينة جدا، ان قانون الايجارات قال ايه؟ يستطيع المستأجر ان يثبت العلاقة الايجارية بكافة طرق الاثبات. بكافة طرق الاثبات. تمام؟ المؤجر او المالك اللي بنقول عليه المالك لا يستطيع ان يثبتها الا بالعقد. ليه؟ هيروح يرفع الدعوة، سند دعواه ايه قدام القاضي؟
هيجي يقول فين سند دعواك؟ انت بتتكلم، انت 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 عايزني افسخ عقد او انهي عقد بيني وبينك؟ فين العقد؟ دي طبعا مشكله، ويا ريت في القانون تتعدل الجديد. بيتحايلوا عليها بعض الناس، بيعملوا ايه؟ ان يروح يعمل انه فقد منه العقد ويقدم في المحكمه مذكره انه مذكره فقد. دي سلطه بقى تقريريه للمحكمه، فهي طبعا او تسكت لغايه ما يبعتوا لها الانذار، يبعتوا لها الاجره على يد محضر بانذار ونثبت العلاقه بينه وبينه. تستنى يعني عليه. ينفع اي وصل؟ ودي بتحصل كتير قوي. اصل الوصل بيبقى مع الماء، مع المستاجر مش مع المؤجر. المؤجر هو اللي بيديله الوصل. انا اللي بديك، فانت اللي هتطلق، مش هتطلق حاجه تضرك. صحيح. ودي بتقع كتير، بنقع فيها كتير قوي مع مين؟ واحد يجي يشتري عماره قديمه عشان فيها ثلاث اربع شقق فاضيه. اشترى المبنى كله خلاص، هو بقى مالك. المالك القديم وهو بيبيعوا له ما يدوش عقود الايجار اللي بينه وبين الناس. فيبقى مش عارف بيتعامل مع مين، ولا الاصل العلاقه ايه؟ دي طبعا فيها مشكله وبيتحايلوا عليها بكده. ويعني انا بالنسبه لي هو ده الاطار الوحيد اللي يقدروا يعملوه، لها المحكمه سلطه التقدير، او يكونوا بيدفعوا الاجره عن طريق انذار، عرض اجره هيثبت الانذار ان هناك علاقه، لانه بيقر الطرف الثاني بموجب الانذار انا بقر ان انا بعت لك فلوس. بس المستاجر مش هيضطر للانذار ده الا اذا المؤجر نفسه رفض انه يستلم الفلوس. شوف ربك كبير. بمعنى ايه؟ طبعا ربنا اصله ايه؟ عادل، من اسم من اسمائه العدل. فمن من المستاجر بيبقى جبان وخايف يطرد، لازم ابعت الاجره، ما اعرفش ايه. فلو رفض الملك انه ياخدها يبعتها له من على يد محضر. لا مش رفض، هو بيبعتها له بانذار عرض. ايا كان، هو لو قبلها والمحضر واقف على باب الشقه بيقول له جاي لك انذار، يا يقبل وياخد ويمضي. تمام. يا اما يقول له لا انا مش هاخد، يحطها له في خزينه المحكمه الفلوس، يبقى كده ذمه المستاجر برأت من الدين. تمام. وبرضه نقول حته في الحته دي، يعني انا لو انا مالك وحضرتك بتبعت لي اجره وانت مالكش حق امتداد، يعني انا كمالك شايف ان مالكش، فيجي السؤال يقول لك ايه؟ طب اقبل منه الاجره ولا ما اقبلهاش؟ ما انا عارفه عليه قضيه او انا رافع عليه قضيه، اقبل الاجره، لان الاجره دي مكان انتفاع، واكتب مع التحفظ، مع حفظ كافه حقوقي القانونيه قبل المستاجر. مهمه النقطه دي جدا. يعني ايه؟ خد كده، قول للمحضر هات يا عم الفلوس، الفلوس جايه لك لانه قعد في بيتك واستفاد من المكان. صحيح. يقول له استلم، هتمضي، استلمت احمد فوزي مع حفظ كافه حقوقي القانونيه الاخرى قبل المستاجر. لانه هيسيبها له في المحكمه. لا، عشان ياخد فلوسه ويخلص، وما يقولش انه ده ضمنيا ان مفيش خلاف بينا على حاجه. وتاخد فلوس بالظبط. تمام. طيب احنا معانا مسج ثانيه من دكتور محمد بيقول: هل جريمه النصب تسقط من تاريخ العلم ولا تاريخ الواقعة؟ حاضر. انا حاسه ان السؤال ده مهم، تفاصيل كتير وقانوني جدا. بس يعني جرائم النصب تمام، وكل الجرائم يا دكتور محمد تمام ليها مده بتنتهي فيها. جريمه النصب دي جنحه، تنقضي الدعوة العمومية في الجنحة، آسف، تنقضي الدعوة الجنائية في الجنحة بمرور 3 سنين من تاريخ وقوع الجريمة. 3 سنين. 3 سنين. تاريخ الوقوع بقى. وقوع الجريمة، يعني جريمة النصب وقعت. النهاردة حضرتك لو قعدت 3 سنين ما حركتش الدعوة، تمام؟ لما تيجي تحركها تاخد انقضاء. فاكرة كان جالنا سؤال في حلقة بنتكلم على الراجل اللي باع شقة مش بتاعته، طب ما دي جريمة نصب، واكتشفنا ان الراجل ده باع شقة مش بتاعته بعد 3 سنين، اصحاب الشقة جم انا ما اعرفش ارجع على الراجل اللي باع لي بنصب ليه، لان عدى 3 سنين من العقد. يبقى كده انقضت الدعوة. انقضت الدعوة الجنائية بمرور 3 سنوات من تاريخ وقوعها. يعني لو تقدم بعد 3 سنوات تاخد رفض، تاخد انقضاء. مش رفض. انقضاء الدعوة الجنائية، لان النصب جنحة. تمام. طيب نشوف ماشي، نشوف محمد كيمو بيقول: ستي توفت وكانت ورثه في امي، واخويا اشترى نصيبها، هل احنا كاولاد المتوفيه نورث فيها ولا لا؟ جدته توفت وكانت ورثه في امه واخوه،
اشترى نصيبها. هل احنا كاولاد متوفيا نورث ولا لا؟ طبعا. يعني امه ماتت او في حياه جدته. تمام. هو هيورثوا طبعا. ليهم حاجه اسمها وصيه واجبه. ليهم حاجه اسمها وصيه واجبه. هياخدوا حكم ميراث امهم او الثلث. تمام. تمام. طيب احنا معانا مسج من ميرا بتقول انا اشتريت بيت الشهر ده وفي 4 سكان وصاحب البيت بيقول لي ان كلهم مش معاهم عقود، بس في ناس بقالها 30 سنه وناس بقالها سنه وناس بقالها 27 وناس بقالها 7 سنين، ايه راي القانون؟ هم مش راضيين يدوني ايجار وبيقولوا يبقى الحال كما هو عليه عشان ما كانوش بيدوا للمالك القديم ايجار. هو انا مش عارفه اشتريت ليه اصلا بيت في ملاك وايجار قديم. هو ده انا مش فرص يعني. انا اخاف اجاوب على السؤال ده. ايه؟ اخاف اجاوب على السؤال ده ليه؟ السؤال ده بيفتح باب للي عايز يعني ياخد حق مش حق. ان احنا عندنا مشكله في الحته دي. انت مش هتقدري تعملي حاجه مع الناس اللي عدوا ال 30 وال 27 سنه. تمام؟ لان مفيش علاقه بينك وبينهم. ومفيش علاقه تثبت العلاقه الايجاريه. دي نقطه مهمه هنتكلم فيها طبعا، بس يعني وكل واحد يعني ياخد الكلام ويستغله، هو حر يعني. انا ما بحبش افسر عشان هي سكينه اللي يذبح بيها واللي يقطع بيها خضار يعني. العلاقه الايجاريه تمام. احنا النهارده اللي قعد 30 سنه بدون سند قانوني ده وضع يده. احنا عندنا سبب من اسباب كسب الملكيه في القانون ايه؟ وضع اليد الطويل المقصب للملكيه. لوضع اليد ده 15 سنه. حضرتك ايه اللي بيوقف ده في الايجارات؟ ان انا قاعد هنا بسند قانوني اللي هو عقد الايجار. بالظبط. بنتفق. طب لو ما معيش عقد، اذا انا واضع ايدي على المكان بدون سند قانوني، والقانون قال اللي يضع ايده على مكان 15 سنة يتملك هذا المكان. طالما حيازة هادية مستقرة 15 سنة. وعشان كده بحذر اي واحد يسيب واحد في شقة ويقول له ايه. تلاقي واحد بيضحك قوي ويجي لي يقول لي ايه، انا عندي عقد ايجار. بس ما تخافش، انا مش عامل عقد ايجار ومقعد الراجل كده. قول له يا هو فاكر بيستنصح، مش بيستنصح، ده فاكر ان هو ده احسن له. الراجل ده يا سيدي الفاضل اللي انت مش عامل له عقد ايجار، لو قعد 15 سنة في العين دي تمام كده هي بتاعت ملكه، هيجي يدفع بتثبيت الملكيه بوضع اليد، فهتبقى كارثه. يا جماعه اكتبوا عقد ايجار مش غلط. طيب احنا النقطه دي مهمه جدا. حاضر. بس هنكمل اجابه. حاضر. على السؤال ده، لكن هنطلع لفاصل ونرجع نكمل فقرتنا من انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين فقرتنا من انبوكس بعد المداوله مع المستشار احمد فوزي، وكنا بنرد على سؤال ميرا اللي كانت بتقول انها اشترت بيت والناس رافضه يا اما تدفع ايجار يا اما تطلع منه. هي كان لازم جاب قبل ما تتفضل بالشراء. لو ما كانش يعني انا بتصور زي ما حضرتك سالتيني في الفاصل، قلت لي طب هي ليه شاريه حاجه زي دي؟ فبقول لحضرتك ايه بيبقى ايه؟ مثلا العماره شارياها فيها شقتين او شقه فاضيه، ثمن الشقه دي مثلا في الحقيقي لو هتشتريها 1.5 مليون، الراجل جه قال لا خد العماره كلها ب 2 مليون. فاشترت كده. يعني ده بيبقى الـ الشكل التقريبي للعلاقه دي. ولكن بننصح اي حد يا جماعه، محدش يشتري الا لما يشوف العقود. صح. الايجار ده ويمضي له عليها اللي بيبيع له اللي هو المالك العقار القديم، انه هذا هو اصل العقد سلم مني. يعني انا بشتري من حضرتك دلوقتي العقار. حضرتك بتديني عقود ايجار السكان اللي عندك اللي هم هيبقوا السكان اللي عندي انا هيبقوا بعد ما اشتري. تكتب لي حضرتك كده قدم هذا الاصل مني وتحت مسؤوليتي، عشان لما اجي اوديه المحكمه ما يجيش الساكن يقول لي ده مش بتاعي ده مزور. ما ممكن يروح جايب لي 4 عقود وكاتبهم ومواضيهم محمد واحمد وخلاص. فالناس معلش يا جماعه لازم نسال. بس دي حقوق وعقود وفلوس وعقارات واصلا أقول. والله القانونيين نفسهم احنا نفسنا اهو مش ممكن انا اقع في غلط. يعني لو الواحد في البيع والشراء يعني مش عينيه في وسط راسه زي ما بيقولوا، يعني تبقى مشكله كبيره جدا. طيب نرجع لاسئله الزواج بقى والطلاق. تمام. الطلاق تحديدا. تمام. لو في زوجه حبس، هل من حق الزوجه انها ترفع قضيه طلاق؟
وهل له علاقه بنوع القضيه وهل له علاقه بمده الحبس؟ حاضر. شوف ده اسمه الطلاق للضرر لحبس الزوج، ما ده ضرر. ما هي زي ما اتفقنا هو نص الماده بيقول اي ضرر يصيب الزوجه من حقها انها تطلق. من حقها. صوره من صور الضرر ده ان الزوج اتحبس. بس هنا بنشترط شرطين، ان يكون خد حكم جنائي نهائي وليس بات، في فرق بين حكم البات والحكم الجنائي النهائي. يا اسف، حكم النهائي يعني اول وداني درجه، حكم يكون نهائي بحبسه 3 سنين او اكتر. تمام، ويكون قضى سنه منه. يعني ما ينفعش في اول سنه اول ما يتخلص على طول تطلب؟ لا، يكون بينفذ وقضى. طب عليه حكم ب3 سنين وهارب، ما تنفعش ترفع ده. ما تعرفش ترفع، مش هو ده. عندها هارب ممكن يجي لها، ما هو يعني في ضرر اصابها، اصابها انها بقى لها سنه بعيده عنه فتخشى على نفسها مثلا لو خدنا هذا الضرر من هذه الصوره. فهو ده لازم كمان انها وهو الراجل يكون بينفذ الحكم يعدي على تنفيذ الحكم سنه. يعني لو واحد واخد حكم سنه ما ينفعش، لازم 3 سنين ويعدي عليهم سنه ويكون بينفذ وحكم نهائي. يعني لازم الزوج يبقى محبوس ويعدي عليه 3 سنين؟ لا، يكون واخد حكم بالحبس 3 سنين او اكتر. فساعتها تقدر ترفع الدعوه ويكون بينفذ ونفذ سنه منهم. فما تعرفش ترفع الدعوه الا بعد السنه دي. يعني يكون نفذ سنه ترفع الدعوه بعدها. طيب يعني الزوجه اللي زوجها بيبقى متغيب لاي سبب من الاسباب، مش شرط يكون حبس. هل هي تقدر ترفع دعوه في المحكمه ان هي جوزها متغيب؟ هل بيبقى في غير بقى الحبس في مده معينه؟ شوفي، ما هو برضه خلي كلمه الضرر هي رمانه الميزان عندي. تمام، هو ده اصابها ضرر. هناك نوعين، في للغيبه وللهجر. الغيبه المشرع قال ايه فيها؟ ان الزوج غايب اما في مكان نجهله، يعني الزوج طلع سافر بره ومش عارفين راح فين، الهجره غير الشرعيه ومش عارفين، وانقطعت اخباره وانقطعت كل حاجه لمده سنه برضه. ترفع. تمام، هجر، هجر الزوج جوه القاهره جوه البلد بس ما بيروحلهاش، ما بيروحلهاش من حقها. فالفرق بين الهجر والغيبه هنا ان هو في الهجر مش ضروري يكون بمسافر، في الغيبه هو مسافر. طب واحد تاني يقول لي ايه؟ طب هو لو غيبه ونعرف طريقه برضه في ضرر، طالما هنا بيسافر، ما انا ممكن اعرف ان جوزي مسافر المانيا وقاعد فيها وعارف طريقه بس بدون سبب، يعني لا بيشتغل ولا بيدرس ولا هو مسافر ومفيش سبب، يبقى في ضرر اصابنا. ايوه تمام، لكن الزوج بيشتغل وبيبعت فلوس والراجل كويس، هي مش هتحتاج حاجه ما دام بيبعت فلوس كتير. طيب في حاجه مبسوطه كده على فكره، انتوا ظالمين الستات. لا والله ده طيب في حاجه تانية يمكن بنشوفها في الدراما اكتر في الافلام والمسلسلات، انه ممكن زوجه جوزها يسافر تمام او يكون في حرب او اي حاجه، يعني من الحاجات اللي كنا بنشوفها زمان، ويتغيب كتير قوي، مفقود وفي مفقود. مفقود بالظبط. وهي على ذمته. وهل يعني بتتجوز هي بقى بعد ما يعدي مثلا 5 6 سنين بتتجوز؟ في اجراءات. هل ده يجوز؟ يعني هل هي تقدر تطلق نفسها من المحكمة ولا كل ده بيدفع قضايا؟ ما هو ده يعني مش الزوجه مع نفسها، ده لازم تاخد حكم كده ان جوزها مفقود. مفقود، وبعد كده تروح ترفع دعوة والمحكمة تحكم لها، أو الغيبة أو الهجر، لأن هي لما هتروح حتى بالمنطق اتطلقت منه وعايزة تتجوز واحد تاني، هتروح مصلحة الأحوال المدنية تلاقي نفسها متجوزة، فلازم يبقى في لازم تاخد وثيقة طلاق عشان تبقى على 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 السيستم بتاعنا إن الست دي مطلقة بحكم قضائي عشان تعرف تتجوز تاني، لأنها لو متجوزة اتنين ده هيبقى زنا، دخلنا في قضيه زنا وهيبقى عليها قضيه اصلا تتحبس. لو هي كده مع نفسها قاعده قالت لا خلاص بقى له سنه، الاستاذ احمد بيقول بقى له سنه انا الشروط مطبقه، هات العريس، دخلت العريس دول احنا اللي قلنا تتحبس، لا ده المحكمه اللي تقول مش انا. طيب بنسمع، يعني احنا عرفنا الطلاق للضرر، في طلاق لاستحكام الخلاف، هو هو ولا مختلف؟ شوف استحكام الخلاف ده موضوع شويه بيبقى ايه، احنا عندنا حاجة اسمها انذار طاعة. الزوجة، الزوج، وده الزوج ناصح ما يعملش انذار طاعة بقى على فكرة. بيبقى ضده في ال بيبقى ضده في الاستحكام الخلاف دي. يعني احنا يعني ايه؟ انت هتبعت لمراتك انذار طاعة. تمام؟
فالزوجة من حقها خلال 30 يوم من علمها بالإنذار الطاعة ده إنها تعمل دعوة اعتراض على إنذار الطاعة. يعني إيه دعوة اعتراض؟ تقول يا جماعة أنت النهاردة بتقول لي تعالى أعيش عنك، لا هذا الرجل مش موفر لي مسكن شرعي، غير أمين نفسا عليا، بيضربني بيهني، غير أمين على مالي، بيبدد فلوسي، فبتعترض، فالقاضي بينظر هذا. فالزوجة لما تلاقي إيه؟ الزوجة أصلها 80% هي اسطمبة بيكتبوها المحامين، غير أمين نفسا ومالي، يحط كل الأسباب. عشان هو يجب أنك تحط الأسباب، يعني في الإنذار لما ترفع دعوة الاعتراض، والاعتراض ده ما تنفعش تبدي أمام القاضي، دي معلومة برضو يعني للمتخصصين شوية مش للمواطن، أنك تبدي طلب جديد فيها، لازم كلها تبقى في الاعتراض. ففي الحالة دي حضرتك الزوجة بتلاقي إيه؟ أن الموضوع إيه؟ لا مش هتاخد، والقاضي هيرفض لها الاعتراض بتاعها، المسكن سليم وما فيش ما يثبت أنه بيضربها ولا غير أمين، تروح بقى إيه؟ دفع بالتطليق لاستحكام الخلاف. هنا القاضي لازم بقى يعمل ايه بقى؟ يجيبهم ويحاول يصلح بينهم، مرضوش يوديها الحكمين، والحكمين يشوفوا مين السبب في الطلاق او الراجع ليه السبب. يعني الزوجة اللي راجع ليها السبب، عشان ايه بقى؟ عشان يقدروا بقى هل هتاخد مؤخرها وعدتها ومتعتها كاملة، ولا ما تاخدهمش خالص، ولا هتاخد نصهم، ولا هتاخد ربعهم. ما هو بقى بيشوفوا بقى مين اللي مش عايز، السبب مين، هو السبب جاي منين، من الزوج ولا الزوجه؟ سبب الخلاف. لكن لو السبب كله طالع من الزوجه، ممكن الزوج خلاص كده ما يدفعش لا متعه ولا عده ولا مؤخر. على فكره تتحسب زي الخلع كده مثلا. الخلع اصله قولا فصل، مش هيدفع ومش هيدفع الكل. في دي ممكن المحكمين يقول لك ايه؟ تاخد نص متعتها. في الخلع لا، مفيش نص، مفيش متعه خالص. يقول لك هتاخد نص حقوقها، ربع حقوقها، مختلفة شوية عن الخلع. طيب في احيانا احنا هناخد اسم اس، بس محتاجة يعني رد على السؤال ده. حاضر. لانه في ناس كتير قوي بتسأله. ممكن ست تبقى رفع قضية طلاق في المحكمة، وفي اجراءات كتير قوي وتاخد منها وقت. الزوج بيفضل يماطل معاها، يجي عند الحكم النهائي ويطلقها قبل اصدار القاضي الحكم او النطق بالحكم ان هي تم تطليقها. هنا موقف الزوجة بيبقى ايه؟ ولا حاجة. ده اللي لو عمل كده تبقى كسبانة، كسبانة كل حاجة. هو قبل ما يصدر القاضي الحكم، لو طلقها خلاص، طلقها من حقها ترجع بحقوقها كاملة، عدة ومتعة ومؤخرة. هنا مصاريف المحكمة على مين؟ وهي عايزة وهي عايزة أصلا، هي اللي رفعت على التطليق. يعني مش هيطلقها، ما يطلقها. وطول الفترة اللي كان فيها التقاضي من حقها تاخد نفقة. يبقى الموضوع برضو بيرجع لفايدة على الزوج. ده بالعكس، انا من وجهة نظري. في حالات طبعا بتبقى فيها شواذ، حاجة معينة هو طلق، في واحد ما بيبقالش اسمه انه يبقى متطلق فتاخده كرامة، وشايف ايه بقى، وشايف اصله ايه، انه المحكمة هتطلقه وشايف انه هيدفع كل المصاريف، فيقول لك تيجي مني. يعني هي عشان لا هيدفع كل المصاريف اللي ايه، المتعه والمؤخر والعده. يعني ما يعني هو شايف كده من وجهه نظره، لانه من حقه ان برضه نبحث مين السبب الطلاق رجع لمين، بس هو شايفها كده او محاميه فقال له كده. وهنقول للست لو انت يفرق معاك الشكل، خلي معاك العريضه انك انت طالبه طلاق اهو، يعني احتفظي بيها عشان يعني ممكن تتبلوس بقى على التيشيرتات في الشارع. طب ومصاريف المحكمة تبقى على مين فيهم بقى؟ مفيش مصاريف في الحاجات الأحوال الشخصية إلا لو اللي هو لسه أصلا ده رافع دعوة تطليق، مش رافع بيطالب بمهر أو مؤخر أو ما هي بتقول في الآخر خالص. ما دي دعوة تطليق. مفيش. المصاريف اللي هي الرسوم اللي هتبقى أتعاب المحاماة العادية، 75 تقريبا جنيه. بسيطة. طيب نرجع بقى ناخد شوية رسائل. طيب أشوف مصطفى سمير بيقول عندي قريب من بعيد وتوفى، وأخدت منقولاته لحين ظهور وريث، وللأسف للحين منذ ثلاث سنوات لم يظهر أحد، هل أعطيها لصلة رحم ولا أسلمها لقسم الشرطة وتكون تحت أي مسمى؟ لا روح اسأل دار الإفتاء. ليه؟ ليه؟ لأن اسم الشرطة مش هياخدها خالص، وما عندناش حاجه في القانون تقول انك انت خدت المنقولات دي. فانت بتسال سؤال من ناحيه الشرعيه.
يعني هو في حد بيتهمك انك خدت المنقولات؟ لا لا خالص، هو محدش يعرف اصلا ان في منقولات. فاسال ربنا يبارك لك، اسال دار الافتاء تقول لك تديها لمين، توزعها لله، صدقه على روحه، الله اعلم. طب معانا مسج من محمد عوض بيقول عندي قطعه ارض زراعيه محاطه بالمباني وانا عاوز اطلع ترخيص بناء، اعمل ايه؟ مع العلم ان المجلس المحلي رفض يعطيني ترخيص. ما اكيد هيرفض يعطيك ترخيص لانه الارض زراعيه يعني. هو 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 دلوقتي ترخيص البناء واقفه طبعا طبقا حتى لاخر تعديل او اخر قرار، ان واقفه 6 أشهر اي تعديل او بناء واصلا لا يجوز البناء على الارض الزراعيه. هو ممكن الاستاذ محمد بقى نشوف بقى هي دخلت يعني متصوره دخلت ليها شروط كتيره جدا. وفي نقطه، ما انت ممكن اللي جنبك يكون باني واللي وراك باني، بس اصلا وهم واخدين مخالفات. مش معنى انهم بانيين يعني ان الارض خلاص تصلح للبناء. يعني مش معنى اللي جنبي مخالف ابقى عايز زيه وابقى مخالف، لا. طب فلازم تشوف. وحتى انت بقى اللي جنبك بقى ممكن يستفاد بقانون التصالح اللي صدر اذا كانت الارض الزراعيه ارض محاطه، لانه لا يجوز التصالح على البناء على الارض الزراعيه طبعا الا بشروط ان تكون الارض من جميع الجهات محاطه، ان هي خلاص ما فيهاش لا مصدر ري ولا خلاص الارض بقت هتبور والعمران دخل عليها من كل جانب. فده ده الشرط. فهو الموضوع اصله ما ينفعش يتقال له روح اعمل فهو الاصل لا، ما تبنيش على الارض الزراعيه. والمباني دلوقتي في منتهى الخطوره يا جماعه طبعا، دلوقتي يعني بعد قرار جديد بوقف المباني والمخالفات بقت يعني ما تستاهلش ان واحد يدي نفسه في داهيه عشان يبني له دور ولا اوضه يعني. والصوره حتى الكليه، عشان احنا نتنافح مش عايزين ندوس على الاراضي الزراعيه وندوس على المساحه الخضراء اللي عندنا محتاجينها اصلا يعني. طبعا طبعا طبعا. شكرا جدا يا استاذ احمد، شكرا يا مستشار، شكرا يا نوران، شكرا يا شكرا ميرسي. نتمنى ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بفقراتنا النهارده على مدار اليوم من ان بوكس. ان شاء الله نشوفكم في يوم جديد وفقرات جديده وحلقات جديده ومعلومات جديده. نشوفكم ان شاء الله، سلام عليكم.